قدومي حمزة ما كان ست تفاصيل أو نوش هذي نظام لما رأي شرعية واي انت صعب شرعية لما رأي دل كان تلو أباني هاي الدولة دمان تجرتها وضاد إن كنت أغنت هاي حداني سيدك دك وحوقة بدلين لو مكر صوناك رو انت قدمان إني سيسحكو دمينيش وحان لأن هاي مدحوينها للدورتي مدانا أحمد السجن السيدو كانوا عن كل دردار منا بدك صور عليها تبشّد قبض وحي تبشّد كذا وتبشّد سياسة دواي تبشّد كلام معهن إن حب في عقل في سوق جيو إلى هذا السيدو أدوقات كأموجين وأسي موجي لنجري عن سيدو كلا أدي أدو أبارة وأمانة يا أضيع شدقان كا إلى ما نتكون مشغولا ولكم مشغولا شل نوي مدة إير وكم مشغولا واجرنا وأنفرين تونو فري أيه ونرنتي دور في عن قاتن وأكو أمانة يا وأكو حنية لكن جبلان واقصوا بحد الوحي واقصوا بالتين قدومي حمزة ماشان ست تفاصيل أو نوش هذي نظام لما رأي شرعية واي انت صعب شرعية لما رأي واحد بضان عنك حتى لقى مبدي هاي ما انتوا وانا لو افتيمية ولا هو يمحو هاي وبوق لقلي بين الله الشيخ انت بما انتوا وانا لو افتيمية وحين اهد واحد صحب ام كفدر الكأدن محلو سميه نظام فدرالك حكم قدرتك إنه دوية نظام فدرالك حكم قدرتك بقوتك إن الدولة إن إحدى بقى عضو ويكدب بالقولة ليش دوقتك تماهن إنستيوشن كالدولة لماذا checks and balance يكبلوا مي أصنعوا إذا الله لمن عيالك أم برسوين أم سنده دبسوين وبروسس كسياسة ذات ما أنت مش عمران dal kaan talo u baahan yahay dawladda maanta jirta ay wadada ay ku taagan tahay hadaan si degdeg ah uga bedelin looguma kalsoonaan karo inta dhiman inay si sax ah ku dhameeyso looguma kalsoonaan karo doorasho ugu wada qabsooyo lagu tartamo laba kun haday doorashadu baydhabo kala rabtay mid qaranka inay ka dhigto oo mid galmudug maanta ay ka socoto kala ay rabtay mid qaranka inay ka dhigto oo mid maxaan ku raaday Puntland ay iska diiday bari hore oo Jubaland hadda iska diiday ay rabtay mid qaranka inay ka dhigto وعلى ماشاس وحوين وقطب عاكسو سعودة دات الصومالية بقوه دي انده هو دكر هاسكفير يعني اسكفير لان عيد معها وفجع ليس معها مقعسوان نظام كي لقوه الشيئي ودات كوه الشيئيين هلا دورو وحي ان هشيس كأولين هلا قوضا هدلو هده هلا قبلمو انت ان لينا انك انت سواي قفا قولو وحيسان ايو قفا قولو وحينا ايو مالها وشاغنا وكوئل علينا وكوئل علينا مركب كوئلنا ومصرنا شاغنا مانديت كم دعوينها للدورتي شلين اللغوما هايسن مانتنا اللغوما هايستو وحاهو اللابن هوستو كجرال لستو هايستا وان لان هاي مرضا هلقا فيدو داتك سوماليد ها أركب نظامك شنقية طوان بلوت كدب محادا عيا مانت وإن لشاغا هدان لغو قنعين وإن لغا وضا حضلا وليس قنعيا ما أنت أضرب بيسن لما سوق رحيري فلدان كرد عين وأنا لا أقول إلهي خير هكذا وحنا كسرنا الله كذا بيسيو لكن لما جرنا يوحد عين سيد أن قينينا وحفي عن أغرح بدن وحيا بعض كما دارن جن مركا مركا لا وحنا لا هي رجل جبل لا وحنا لا هم بليو وأو هم بليين يا مركا لا يا مركا لا نظام كأد إلى شتى إلى شدة warwalaalkii wax qabana maxuu ahaa la raadiyo hal la daba kaco hal la heshiyo dawladda federaalka anaga dhamaanta ina rabno dawladeenii waaye heshiisna waa ka rabnaa waabana la nahay ba anaga dawladda la bedelsin bas waa xuquuqda aasaasiga ah qofka Soomaadina ma aha siyaasinimo iyo madax maxuu ahaa xisbi iyo madaxweyne hore iyo madaxweyne kala dawlad goboleed hore iyo ma aha xuquuqda aasaasiga ee muwaadin kasta leeyahay waaye waxaan maanta aan sheegaynaa privilege ma aha waxaan maanta aan sheegaynaa waa xuquuqda aasaasiga qaanun koob la ilaaliyo dastuur koob la ilaaliyo waxa soo socdo laga wada hadlo intaas waa inta aan leena bismillaah wa kafa salaamu allah alaykum ikhyaar meel walbood adduunyada ka joogtaan ku soo dhawaada southern media corporation oo mar walba aad ka heshaan wararka xaqiiqooyinka ah siyaasada isdiidan iyo kuwa isogol ee sarasabeynaya geeska Afrika iyo midda caalamka sinixsanaysa siyaasada sirta safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ee dalka Saudiiga ayaan meeshan idin kula wadaagi doonaa hadii Allaah uu dalay uu ka raali noqdo
لكن عدك إذن صهروا مري ومدحوينه إن الجمهورية الفدرالية الصومالية حسن الشيخ محمود وأحمد مدوبي مركو إسكو عانا شوبي كلجي ونوفي ماشكا قد بدايي ويري دولة الصومالية وهو جامين يفرماجو حق أملاهن إن يعني دور شادة جبلان يبنتلان أي فرقليس ما أنتنا وحولي هي أحمد مدوبي هلا إيسو قبطو دور شادة وإنا أنيقو معمولا هرطة أمد الصومالية ماشاسي سؤال باتالة رقان إيقا وده شقيسان جري قرمي دم الجديد يا حسن شيخ محمود صحيين مركا ما شاء الله يسحنايين مسمى أنت أي صحيين وسؤاشة ماشا تالا مدحوينا عدكي سوى دقيستين فصيرات فربضان أمبانا هدو يري هاد دكور فرماجا وحاول من كلية إنو استوكتو وحكلاو هاري ملحن مدحوينا حسن شيخ محمود إساقا سيدا يري مركا حسن هاد مركا مردي لهين شعبك الصومالي يدو مدحوينا وحاول من ملحن إنو إساقو استوكتو كلية أدمن مدهي لهين مسه وكد دينا تاسي ددوينها الصوماليات أيان أسي دينينا مركا الدين تا دم القشاش واد أركتين إلهي مي قانان رسول كيس مي قانان شرعي مردوران إسلامي مي قانان بني آدني مي قانان نحريس مقران وجي ملحن حتى هذا الله شقيستي ويكو بيكينيان لو قد اي قرانيان وحاوي شانت فراد يا على عل إن ليساقع اللي يدمو الجديد سيدا هدي اللوايو ويكو سعون دونان سومالي دو اردان قولا اي ريبي دونان انيقو مؤوغي كتا كسانا اي سوسع عطانا إن لغالوك بحايو قافكا كومتال هدان سيستم كودا مورياني مدعا حددد أن لو سيبين حبسي أن لغو ودقورين ودنبيليال إيه محكمة أن لسو تاقين وشعب كصومالي دهورتو دكو دلالك جيستين أن لغو توغن اسكوين صومالي ويكا أويسين دونان حد يكا أويسين حد أن لغا هورتاقين دمو الجديد أما اسبهم بهي أما قبيالات شاقة هورتا ماركا يسيمعني واسداسي سعودي أرابيا انت انا نقلين مركا وحانش على يستي عوضك قولها وسيرة سيدك دقا ايا الله يسوقو يا راي وحانا لدوني ان طليها عيدا مدح حوق الصوماليا ننكا قنع صدها لبدلو اولو ديبو ودواء يوسف راقي او احرقي التركي دا اي صوتو برطي ودواء يسوقونا معني واكو قبيل سيدة حقيقة ده وارين هرتي أبقال عيسى رتيا ننك هاد الجوغان وحاوي واقنع صدي وورسنقليا محيكو كالدويين ننا ماركيسي صومال لماذا ايا لقد ريما اي ننا وحاوي واقنع صدي اسكا موريانا لبدا سيدة سيكو كالدويين هذا باع عوضة قلاها وسيرة ده حسن باوحو أمر كودي بي إن أدواء تليا عيدة مدل حوق الله مقعابه فشل كي كان لعي مسجواء ما أنتوان إذن لو داقني مرهبا مسجواء وحي كان لعي ما أنتوان إنا كن نقنقنو وحاوي موقال لدي ما أنت اللايف يدي آن إذن سيني أياد كقبوكتين ما أركا يسيمعني علي سدو كوي ما دي فيسبوك يوتيوب لايف 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 أفك ما أنت آن سوق اللي شانت الصومالي كو أياد كقبوكتين كن نقنقن مايو لكن سكستوي أها طبع وحيار وحان ربائنان معنية قصارها خوصة أروريو وحان أجيدي أفايانك وسارد دقاشان لقى الصوماليا نين لبحي شيخ أبوكر أو آيات قرآن إي أحاديست النبي سود دليلين أي مركو هدلايو وحان أجيدي لهاي ما أنتي مساقواء وعدران لقني الشباب واكو بابي إني ميدد كودان ورني كان يكرد حدي ساقو لهاي عجيب 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 ووحلى ليابو ما انتي ضدكي آياتك
قرآن كريم كأخرناي أو حديث النبي جن أخرناي هذاي بنت كل عشان عيان هذاي بنت لقف ويهين والله جهنم بين الله ما أبورين الله يو عذابك هو حق جنتنا هو حق صدقت رسول الله نبي محمد هذا الكون نوشاقي عليه الصلاة والسلام وصح نارت علمدا أي الله بركو الباب كذا لقو حرايا سداسة معنى علمدا أن كده جيسني ننكي لما أشيق الشيقناي إذا عد أنتو يمادو حوليه ما أنت واقو ليسني محاكو قو ليستين على شباب من مسجوا أنكو حسوقني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراني كوان كلا فرد أجرن يكوان كلا مارك يسمعنه بين هذي شيئان وبالله صاحب لكن نن آيات إلهي دليلناي حديث نبي دليلناي بين مركو شيئو ويجحنو بدنيا هاي قفك عادية بكاس وجبناي قفك الدين حمبار سنة هذي بين وفجار الله سو استاجو والله بالله تالله يا أدب إيدي بيسا هذا كور نمان سا نمان انجرنينين أقوان قاران ولحين أيا إلا سوحيري صوماليا وحو إيشاقي إنو إمام مساجد كأها إمام مساجد ما آمينيسا مسا ما آمينيسا معنى قاس كلها اللاي معنى وحبان أدر صدي معنى لعقان كو آمينتي هذا مفهم إيسا أنا محان كو آميني إلهي وجهيسي إلهي وجهيسي دين تو حمبارسية درادد إلهي وحو حكميي إنو ماركي سمعنه وإيقوي أنيق حتى ووحي أنكو بلاني وكبحو ماركا يعني قفك ماركو دين حمبارسية هاي إلهي كلام كيسو حمبارسية هاي حدو بانشاقو وكدو ونانا يا قفك عادية أنيق إلهي وحو إمرد من شلماد يروه ها وأنا كنقمي لكن وحن رجي ده يعني قفك بانتا لوم لا يسنكرو يقفك دينك إلهي اسكسو هرو مريناي مركو بانشاق الله بيكالتاي وقاده رئيسك ومضى مسلمين تا هدي ماركي سبان ولسو استاقو يقف شعب بانشاق اسمه لهاني وقاده ويكالسامين بديهين قفك مسؤولك بان هدو لسو استاقو يقف شعب عادية اسكو مدما هاني وقاده guriga marka la joogo cunuga haduu been sheego ya hadii hooyadii ama aabihi been la soo istaago isku miisan ma hanay ogaada way kala fasaad badayee marka horta ma arkayse macni afayeenka wasaaradda gaashaandiga Soomaaliya oo murusade u dhashay ilaahaaga kun u noqo laba mitir baad galeysa 700 ama kun dollar oo Xasan Sheekh Maxamuud xukuumadiisa ay ku siisay نهابني ما انت سيلاقا انا شيكتو شيخ ابو كرو الهي كعبسو الهي افكاغي كلب فري دمبلي يا ارساقت اموايو لكن ارساقت سي وناكسن كرادي هو يوين صوماليات يا ابيان صوماليات عرورتو دي او مسجوال ولاي مانتي او مانتي معني هبا اخر كومقن ايا بين كشيغيسا والدين تحنون كودا حنون اد اوغسي درايسا وانا نصيب در عدوين حصمينين سيداس إلهي كعبسو كلمة دا اوغو في عاني قف انو ايغو يرا ان جعلا يحاوي إلهي كعبسو قفك انو يدهو ادبان او جعلا وان او دعي إلهي كعبسو نبي محمد بالغو يري ودن بيجي سورا اكيس دنبالا دافي بيان هشيغن افايانك وسارد قاشان دي قاتهاي شعب صوماليات اياكو داوانيا هو يوين بان نحسن ابيال بان نحسن ماشا سوالو قلنا ماضي ويلاش ولا لايي بين هشيغن رنت الشيخ ها وحان ربا مركا شيخ ابوكر هذا الكيسي وحير هدان تابتو اوكالي ماشا وحي كدعي صوماليي مسجوا قوتوين بالقي مرة بينا نكون نقضو ماشي بابور قرحيا لغو سوغالي سان ايدين شيخني والا قفصدي وحي عيدا جوغي اودن marka la qabsaday shabaab ayaa dhaanta ku dheelay way ku baashaaleen saacada kadib ciidamadii soo gurmaday ee dawladda Cadaan Lixay
يأجس كسو جرمدي يهلو لجاب يماركي سعال دير جرمد كي أيا شنص عضات يشباب كده قال ميين مجال هذا مسجوا وعيدا كي هيستي انتي كقبصدين شباب كو قبصدين شنص عضات هذا يسوي سوورا يعني مجال هذا قداشيد مركي شباب شنص عضات كده يسجب حين مجال هذا برنامج كده هذا يسوي سوورا يعني حتى الجدا هو يكري وينين يسوي سووران وحي ماشي كان عاي كاغاسي دران اسغارسين توا لغا غوي عيد مدا عيدا اسغارسين لغا غوي دول او سن اقون جوغا ميل ول بقرحيه اي رصاص كغا سو دحداي بلكا ورن حدان كو سو اوروريو حبكي مساريده اي كينتي ايا وها غانتا لو غليناي علمدا لوغيسا او عيدن كا دبتا اه حسن شيخ محمود اولياي كنا تشنايو كنا تامايو دلكان انو كو قبصدو لكن قد خيانها قدن بالير هداد قددنا هديرينين إناد كل عدون تدلم أوكي حسن شيخ محمود ويلل او أدير وياهي أدير كراد مانيا حسن محلها حسن شيخ محمود علي شيخ محمود ولا الكيسا كل انتي أولا قرمي مد كلاك مقع عيسا إيقا مقان وحسن لنا شيء ويل او دليبا كل انتي مد ماشاسي إذا عد إساقسو دوباي او دها يمسقوا وحالك عندك يا قرون آخره جرا قياس سديتن يسقال هل هورين ميا هل أنك هورين ككوبان سدي معركة حولها اللقون صدقه كله أوها 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 سلمي يرادو هل ميلا لغو قون صدقه كواس سديتن يسقال أو معني هل هورين معني انتي ماشا سكت جوكتي هورين تبقل أما بقولي لباتن بين نقطاي شن ميلها سي هل هورين أو سديتن يسقال ميل كت جوكتي حبض لغو مردين لما دل دلين انت مرا ليري طبان قفو شبابا دين عيادة كمراي معني هذا لو دانا كوسا أرورنا وحي ماشا كدين تيي وحي لغو بابي وحي سيدان ليالا يي مكو شيغايو مسجوا مانتي هل هورين ان كدحاي او ماركا انتي كجوغتي 89 اسكر اه يودن حبد لو غريدين داوعا لو غيسن لا تومان تومين ديباتا ان لو غيسن انت مرالي والله قنصدي ابادرو صورور عاشق اوها إن كستو شركة أي تاي سيدا أي شايقان أبوانا دا أبا ديرو سأرور عاشق أوها 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 إنت مرة اللي بالله بي وحلا ياب لكن عماش شاق أبوك رو ضدك رو انت أشاك مسا قواه وحلا ياب لكن عاي دقي فرا كن عاي لما شايقارا كن عاي قوتوين بي لباب بي عيدا من نولا هل قوتو ما انت حسن ما هيستو سيدا شيخ شريف او شاقي او اسكو توسن عيدا كي لدمي مركا اذواي هادا دي عاو الله صوم مقا عابو اذواي او يادو تالين ايسا مركا عيدا كي وابا لدمي عيدا كي وابا لاستي وابا بابي مركا محالو قو مقا عابا يا هرتا والالي يا المساقوا سيدا ساكرنا عدي كلي wax badan la qarqarinaya hooyooyin badan iyagoo ooynay waad arkaysa abayaal badan iyagoo ooynay waad arkaysa laakiin cabsii waxa iga haysa haday ooyaan oo ida cad yimaadaan habeenki hadana in guriga loogu galo oo la dildilo cabsidaas way haysa ama meesha mashaqo ma ka dhacday mashaqo lama sheegana ka dhacday أحمد عبد الوحولي ما أنت مياه الدقال دعي وردقال دعي محيطة عيدان كواب لقدتو كدان كلاي هاي ورر اللاي فان كوغو شاقة مركلان كوغو شاقة ميلاه لغا سوكا لقلي عيدان كي يغو إسكت جوغا عيدان كي مدحتو يدا انتو اللا قادي مدحتو يدا وحي عيدان جوغي انتو اللا قادي با مساقوا لغو شبي عيدان كالي الأروري إسكا برناف لقدي دراد البقر الله رحوين تاو دلطي وحمس مركو تغي طيب تلح دماد عيدا مضان ربا مركو يري فايل انت لقليي كو يري
annagu dawladda federaalka ayaan ka tirsanahay waa raacayna ani markaas aan ka digay waxaan dhawaa leedin lain raba warnimay uu ka jooga deegaankiina joogtaan cambuuladiina iyo masagadiina iyo galeydiina cuna sidaasan u sheegay waa lain raba ma dhino meeshaasi raxweyn way ku dhamaatay dan wadaagu ku dhamaaday islaam allah raxweyntan iyadu garanuugta yacdamaya horta aaya malmiya mustaqbal malmiya daaroodku waa kan ka tashaday dhul uusan lahayn taabsaday iyo dhul kaleba dhulkiisa ku noqday war haweyntan macnaha caqli ma lemiya iyaga 24 saacadood baa wax u sheegayna garanuugtan yacday ma arkayse macnaha wax ma fahmaan miya nimankii xamse cabdi bari soo raacay xamar macnaha baydhabo intay ka soo baxeen raacay maantay ma nool yihiin xagee la geeyay allahu akbar allahu akbar allahu akbar nintu kada yiri ilaahu noo naxariiso ilaahayow noo naxariiso dhig wax maqashaana dadkeena u yeel weenada weelaysa nimankan la leeyahay iyaguna reer sheegow dan wadaag war dan wadaagay sheegow inuu xiran yahay ma ogid miya sheegow ma arkaysa in bur madaxa loo geliyay ma ogid miya golaha wada tashiga qaran nin jireer weyne ah ama dan wadaag ah inuusan go'aanka soomaaliya wax ku lahayn ma ogid miya maxaad masagowaay ugu dhimanaysaa waxa meesha ku dhamaaday waa jireer waxa meesha ku dhamaaday waa madhibaan waxa meesha ku dhamaaday waa raxweyn waxa meesha ku dhamaaday ma arkaysa macnihii majoritygooda waa ma arkaysa digla aw mirifle iyo dan wadaag waa iyo dir biyo maalkan war idinku dan ma lihidiin miya war dhulkiina isbaarana waa la dhigtay dhulkiina ma difaacan kartaan meel kalena waa ku dhimanaysaan what's going on here this is disgusting waa nasiib darre aad u weyn macnihii ku habsatay dadkan fiiri afar jid bay ka soo galeen baabuuro qarxiya ah masagowaa ciddii ugu beenin kartaana idaacadda ha soo qabsato walaalbaa wuxuu leeyahay codkaagu go'aya anigu codkayga nadiifuu meeshaan ii sheegayaa fiiri waddada ceeldheer ka timaada oo dhanka waniile loo yaqaano baabuur qaraxa ka soo galay haddaayna lifekan ka sheegay waddada maraay suuley iyaduna baabuur qaraxa ka soo galay oo aada u cabaysan oo isla masagowaa galaya waddada baraagta sheekh caamir yaxye sheekh caamirkan aabihii tuuladii uu aasaasay ee loogu magac daray baabuur qaraxa ka soo galay waddadan ma arkaysa xeebta mareeg loo yaqaana mareeg yaa iyadana gaari qaraxa ka soo galay imise gaari qaraxaad haysataa afar baabuur oo qaraxyo ah ciidanka oo jiifjiifa kaadi qabkooda ayaa afarta wadda ay ka soo galeen maxaa dhacay marka tii dhacday ma taqaanaa magaaladii hal mar ayay watakuunu aljibaalu kalixnil manfuushi maalinta qiyaamaha marka macnihii la gaaro buuraha sida suufka oo kale u duulaan sidaasuu ilaahay noo sheegay qur-aanku noogu caddeeyey magaaladii hal mar ayay sidii suufka oo kale u duushay busteedaa kacday shacab iyo ciidan wixii joogay waa la ysku qasmay waa la wareeray warma qiyaamihii baa la gaaray waay qarxyadan hal mar ay magaalada ku qarxeen ciidan wixii la arkaayeen xasan meesha isugu geeyey hadday tahay kuwa deegaanka ah iyo hadday yihiin ciidamada qaranka soomaaliya xasan wiilku adeerkan laxmiga u yahay wiilasha adeerka laxmiga u yahay ayaa ku dhintay ayaan ku dhahay inta macnihii la qarameeyey oo ma arkaysa macnihii dowladda annagaale ay dhaheen ayaa ku dhintay cali sheekh wiilkiisii ma nool yahay hadda xasan sheekh maxamuud soomaan cali sheekh maxamuud uu ku dhintay mid kale magaciisa iga maqan oo xasan la dhashay wiil uu dhalay wuu ku jiray uu ku dhintay xasan sheekh maxamuud ma caroodeen sababta taliya odowaa deg deg hadda caawa loo magacaabo uu u yiri waxaa weeye ma arkaysa ciidan la laayaa kama caroon jirin laakiin wuxuu ka carooday maxaa wiilashan ay ugu dhinteen kuwa kale ha dhintaane ma fahamtay mise ma fahmin marka sidaas ay dhacday kadibaa loo qabsaday marka xabadda wax sheegaa la waayay ciidankii wixii meesha joogay guutooyinka waa loo yimaaday waa lagu laayay waa lagu qabsaday magaalada macnihii al-shabaab ayaa ku dhaanteeyey sheekh abuukarkan hadda macnihii xaguu jiray markaas saaka
مجالا انت صعيدا الجوغي معني حتى مدحتوية دي عيدا كي لقا قادي نح جوغي اي ماركا يسمعني شباب ايكو قبصدين مجالا ده سيسيدي حال كدو يهي عيدا كي جوغي مركز كدب اي قرمت كي يمادين ساعدة كدب قرمت كي دقال كي قلين شن ساعدوت مركا يدقال لما يان قرمت يدي كلا دوانا اي شباب كي ماشا قبصدين نتيجة وحي نقطي شنسا عدو كدب إن مقالة إيه كبحان مرك سورة دا عدار كيسان مقالة دا بنان كيدا مار كيسا حد دا إسكسو سورة أيان نمان كان دولة دا شايقان أيا وامرك عسي أناك هذا الكعدالة دان كشايقين ور عيدا مضا كوح كوحا لوكا حيستي كوا انت اللوغو يماد داي إسكو آدا ليري أردها صعدا كوا كلا لو يماد داي صعدا كوا كلا لو يماد داي صعدا قشن أوكلي وجوجين عيدا ماذا ماش طبعاً طبعاً نينا وضطي يقول بقول بقولا محالو سمين دونا ما قرانا من لدلي دونا قفكي لدلي ويابا لدلي لكن أضاف فرين كجرة حداي شباب كوطان كور دريسكي كو حرية وقالت دقال لميس محالا عاية من حدينا بدلي سبادت كاسي قدين كرقا موقتاي دقال ودمشو معني وقادن كرا لكن انت لغو قبصده مدي دوشاده لغو افايو صباح كستا هورتا هذا صاحبك اغا لغو قلو ما حد ريه ميسا صاحبك اغا لفايس كاد سكولة جرتين ايا انت لغو صاحبك هورتا هذا لغو برينا every morning اديغنا ويكو سوغا يسايا لغو يري سو ديباتا ماهن ننك الدقال اساقو الدقال لما دنتايبا دامبا انيكو والاله ايا كو دنتاي او المابتن هاي ايا كو دنتاي معني توكدان هذا كوان ما نكوي كوري ده ولا قصة مريم حالا سمينا يا لما علين كرو أسكران هاي ليهين ماركة يس ويسود لو من يان كديمنا وحلو قاضي يا ماش هسي إسقارسين تلقى جوين صحيح تلقى جوين ماش هيكون لما نايان that's a problem أنا كنا أبتدي يا كلين تقول الله سقو سركالة you can do nothing حمد سمين كرتيد حسن الشيخ محمود علمي هو هلاقي من الشيء قايو marka nasiib darra dhacday marka hadii la idin dhahay meeshaasi ciidanka dawladda ayaa guuleystay ilaahooday been u sheegeen meeshaasi musiiba ka dhacday hooyooyin farabadan ayaa lagu goblamiyay aabayaal farabadan ayaa caruurtoodu maanta agoon ay yihiin markay seemacnay gabdhay inay ku jireen anuu ma xaqiijin karo laakiin cidda ku dhahda khasaaraha rasmiga ah tirada dhimatay waa intaas intaas إلهي ذي بين أشكت من الشيء كربا خسارة كعلى شيء ما يشاسي من الشيء كرو مسجوان الدتك والوك حيستي جده هذا حين حين رحن رحن بنان كم مسجوان رحن رحن اللوك حيستي هديين معوس لي يدين إذا ما قرن معني يجون نول نول سيدي أرجع أي الله قن صدي نيو وركب كل عين مسكوا مدعين انت سي ديداين فيسبوك يدا صوبتي وخيراين وا انتاس ولا لايي ويلاشا سوماليين ولا لايي غبدها سوماليين اللين ايا ايغو سو استاغتاي وخي ميشا كدحاي هداي ماركي ان دياريناي بروغرامكا انت انا استوديو سو غلين يعني فيري دلنيار ميل اسكا جوقتو معني انت لا كخييد لوغو شوباي ميشاسي اسغارسينتا لاغا غوستاي رصاص ماله وخا دحاي ماكو شيغا هدانا كاله ninka ragga dhimasho waa caadi laakin aniga ilinta waxay ugu soo istaagtay ilaan wiilkaygan ka soo qaadaya wiilkaygi ayaan ka soo qaadaya kuwa meesha macnaheedu lagu xasuuqay xalay taliyaasha ciidankaasi haystay abgaalay ahaayeen fiiriya goorma ciidanka la soo galay saaka la soo galay wixii taliyaal oo meesha joogay xalay toole way ka soo dhunteen ciidamada waxay uga soo dhunteen محي أقعي محي أقعي تلمي محي أقعي تلياشي وكان هذا حسن شيخ أوليه ويلاشي سمرك يكون دنتين أوليه ودواء وإن لما قعابا ونعقابا تلياشي ماشاسي
ciidanka talyaasha ka aha oo xalay toole ka soo dhuntay ciidanka waa in ciqaab lagu fuliyo odowaa waa inuu ciqaabaa saasa ku jirta magacaabida odowaa ee odowaa shalay Soomaadan tuurin adiga farmaajanka urinaa Soomaa dhin afgambiyan ka baqaa Soomaa dhin odowaa saaxiibkiisa farxan qaroolana waa dishay isagana dil aan u qortay marka dil weydana waa ka qaaday ciidankii odowaa isku tababarka ahayna waa baabiisay xasan oo laba sano bar hadda odowaa la soo celiyo ha ii ciqaabo saraakiishi ciidankaasi u soo goysay xalay xasan wada xasan sheekh maxmuud ani marka odowaa halmida u sheega ama hal la gaarsii ama yaan la gaarsiinin ilaahay baa wax dilah isagaa waxna nooleeya laakiin odowaa waxa loo soo celinayaa sidii loo dili lahaa loo kharajin lahaa briyan uu aroosay uu dhuntay nolol fiican uu ku jiray laakiin in la kharajiyo qorsho waa sidaas labana ogow laba baarqab meel mooda joogi karaan waa kan abwaan jaamac kadiye oo gabay ku qaaday ah sideed baarqab wuxuu yiri sideed baarqab oo geel ku jira oo la wada saantay oo dhabida wada saydhiyo mixida soo faystay midba inuu sareeyo kan kale sabada doonayo marna dhaqanka Soomaaliyeed kuma salaysnayne waxaa sidaan siday saban aakhirkana waad la socotaan fiiri odowaa waa baarqab waa turki jaamacna waa baarqab gaashan dhiga waa turki laba turki oo baarqab ah isma keenaan mana wada shaqayn karaan saas waa xaqiiqada waa inuu mid sareeyaa kee sareynaya su'aal waay midda labaad odowaa yuusuf raagi damuljadiidda hadda macnay waan soo celinaynaa dhahay dilay buu qoreen bee farxan qaroole ninkii dilay yaa ila farxan qaroole odowaa isku korso waay isku dhinac waay abkay dowlad dilow ninkii waraabe hooyadii cunay mahabariirtiisu abaaliyayaa ila ma ahan marka walaalayaal horta magacaabida odowaa saasay ku timaaday madaxweynaha Soomaaliyana wuu xanaaqay ciidanka la laayay kama xanaaqin wuxuu ka xanaaqay kuwa uu adeer u yahay oo meesha ku tagay god khayaanaha qodin haddaad qodid ha dheereynin inaad ku dhici doontid lama oga kuliyadda jaalisiyaad isagaa qoday ciidamada meel walba lagu leenay isagaa qoday waxaa la yaab leh marka afayeenka wasaaradda gaashaan dhiga wuxuu ka hadlaa misagawaa kasakow kulaha buule haaji shabaab aan ku leenay meesha shabaab ku leenay buule haaji maada laga warsanaya ma ogid miya warqada axmed madobe uu soo saaray uu yiri isma galno isma urino isma aragno hay puntland dirir wuxuu yiri ma ogid miya saciid abdullahi dani maanta wuxuu yiri ma ogid miya marka xaqeed dawlad ka taa adiga dawlad maba tiidi haye juuxa wasiirka arrimaha gudaha Puntland maxay waxa uu leeyahay ma u jeedid miya qodobkaasi waxaan rabaa magacaabida odowaa inaan ka gudubno waxaan u gudbaynaa Baydhabo iyo Saxuudiga Saxuudiga intaanan u gudbin magaalada Baydhabo ma shaqo ka taagan mashaqada ka taagan baa waxay tahay ayaan dhexdaasa markii la dhahay rahweyn waa wicilada Itoobiyaanka oo ku dhaldhalay Soomaaliya rag mas'uuliyiin ah dawladda ka tirsan wasiirra ah agaasimayaal ah ay dhahayeen talaabana aan laga qaadin rag baa ka ciishooday baabuur Hormuud ay leedahay nin darawal uu ka yahay oo markayse macnihii Baydhabo maayafuulka la weydiiyay aw warqadaada shatigaaga uu ku jawaabay uu yiri ciidamadii meesha joogtay uu ku yiri wicilada Itoobiyaanka ah aniga ima weydiin karaan warqad wixii ciidan joogay meesha ay shaandha ka dhigeen dhammaantood ay macnihii baas ku wada jeexeen hal mar burruk oo macnihii aakhira hore ugu kaadi ay dhaheen ayaa askartaasi askari ka mid ah maxkamadda Baydhabo waxay tiri
درول كاسي أداة دلي أداة لغو توغنايا أرين كاسي وحا كجدو دي عيدا مضي لوري طبانك أها جوغي برتاسي كنترول قرنك ميلان أشقيناي وحيدين مننك انتان سي أدبلي شتي أن أوي ديني وعلادة إتوبيانك أني شك شتي إما ورسان كران نيري ordamaanteen xabada aan ku wada furnay oo qaranimada iyo jiritaankeenii ku xad gudbay anaga jinsiyadeena Soomaalnimada maylanimada macnaa caayay waalidinteena wixii la ku tilmaamay hooyooyinkeena caayay ninka aan sidaas u dilnay oo radadiilada iyo adabdarada la yimaaday miya askari kamid ah kaliyan u tooganayna aad leedihiin نوذا توقتا يدهن مامول كي لفتا غرين وحي كودين أسكر تاسي نيو نوذا توقتا هادي شقدين اي سيدان تاي مو فيري ماشي لربي نينكان مقنو إن لغا سيقادو اي عدة صود درسة طيبة للاحي ساتمال لدوين اي ما أسكريجي قرنكا استيد كان معني وشقين اي او معني كرامضة اي شرفتا علنكا ميلان دفاع اي حد قدبك أدديداي ميا الذين ولو توغنيا أو أذكرها لقرأي نيسان هوية أذكرها لقرأي نيسان باشا والا كلا صفتي بيان بان نوشي جيسان بلي لفتا قرأينو أديكي إصاحي بدا دا بيان بان نوشي جيسين مدحتو يدنا دا ماركي سمعني سيدا نوغو تلين ميسان أنك بيدبا إن لغو رالي قرأي هوية نوغو سو حد قدبي ما أقولين haddii salbalaar idinku aad hadda u shaqeynaysaan cid walba oo dhigle digil aw mirifla iyo inta la dagan soo dildila noo soo qaqabta xabsiga noo galiya noo buusala idin dhahay xudur waxaad ka wadaan ba cadaatay anagu ma yeelayno waana la wada tooganaya ama dawladda af macnaheedu qaranimo ku dhisan ayay la iimaaneysa mana ahan maxkamad waa maxkamad baadil ah mana shaqeynayso walaaliyal markay se sidaasi ayaa bay dhaba ka taagan ani markaa hal su'aal baan weydiinayaa anuu markii buu sheegay Umar Atu oo gudoomiyaha degmada Xudur ragii Xudur dhisay ah markii macnihi dareenka shacabka uu horbooday jagada waxaa looga qaaday waxay ahayd hawiya la raali gareynay ilaahay baan idin ku dhaarinay dadkii yiri qoomiyad dhan waa weelo mayga waxa ku hadlay waa weeladii Itoobiyaanka bay dhaba oo ku dhaldhalay kuwi yiri oo farmaajo mareexaankii dhahay oo agaasimaha dakadaha ah maanta inuu xafiiskiisa ku xaragoonaayo waayay Cabdirashiid Jilay Dr. Cabdirashiidna jagada laga qaado markay se macnihi la jeefiyana banaan la joojiyana banaan qaar kamid ah kuwi lagu dhaganaana macnihi wasiir dawliyaal iyo wasiir loo magacaawdo ya nimankii ay tamay ahwiyana aan meesha laga qaadin waa nasiib darro u soo hooyatay dadka reer Mailand hoggaan xuma ku dhacday shacabku waa shacab sharaf leh oo wanaagsan rag iyo dumar laakiin walaaliyal defense ma haystaan sharafkiini waa la gatay laba shilin baa lagu doorsaday nasiib darro ayaa idin ku dhacday taasana sabab u ah maanta wiilasheena in masagowaa lagu laayo la inkiro waxba aan laga soo qaadin markay samacni dhigooda lagu gorgortamo rag siyaasiin ahna ay macnihi daryeeli kari waayaan nasiib darro nagu dhacday waay marka wixii nagu dhacay waa inaan macnihi Ilaahay dirtiisa aan u samirnaa hawiye lama eedi karo daarood lama eedi karo Ilaahay subxaana eed male laakiin eedda waxa iska leh waalidiinteena abayaasheena hooyooyinkeena dadkii hoggaanka noo noqday oo meeshaasi na dhigay samra fasbir wax kale oo aan sheego ma garanayo yaani wiilka maantay markayse madax maayo fuulka bay dhaba cadawga ka ilaalinay qabka iyo sharafta iyo karaamada markayse macnihi umadan dhowray kuleyl iyo qabow dhididka macnihi ku dhacayay macnihi qoraxda tuutaha macnihi jirkiisi maantay in isagoo sharafta ilaalinay la yiraahdo qofkii sharafta ku soo xad gudbay baad difaacday waa lagu tooganayaa
سلاسة بين دبكة تاجن سعودي كان آدي نمرك تلفون ندنا وأنا فوري دونا ضد وين أفر من دونتا دلك سعودي كا سيدا أنا داي لايف إذا كوشاجني مدحوينا صوماليا أيا أودوفي حسن محو أودوفي لابو وجدة يودوفي وجدة كوبادو حوي كو ما دام جنع صدها إبراهيم شيخ محدين أو راشين كعيدة مضى إيدان كجتة أو كان ستي سارة إن دير مرودة كوباد شرفت له مدحوينها جمهورية الصومالية أي كان ستي معني جقد اللقاء قادة أيو أو نين عيسى الرتئة أو هرتي أبقال أو كاللو ديب أيو بو قاسو كرلون تي إن بكيري مركلي هدنا قعنتي سي كل فتو waa ayaan dhexdaasba markay gacanta u duubanay da gacanta waxay ka soo bilaabatay in bikeeri markay sameecni ay gacanta kaga dhifatay saare indhayar aad way u xoogantaa islaantu marka hadana wuxuu isir armay bikeeri kale ay ku gelisa a mayga wuxuu dhahaa sici ishiisi markay sameecnihi geeska u loogu dhuftay isha looga digay macne cabsi ah bikeerigan tookadan هذه الضرات قعنت يا هيد تو كذا أما إيش اللي جوجل يا إيش في عنايت تيح وما يدمهن مدحون إيه مد في عم بولي مد مدوبة تيمهن مد كلا أرمى اللي جوجل يا عم سداسي معني أنت حالا بدأ إيه كده جيسو هرت السعودية ماركي يس معني وبحتان كيس تاسي وهل غضب عوضة مركل لما جعابة يقدوا وع إبراهيم شيخ محدين لقى قاعدة يو تيسق ما بتشوقه بقى وهل غضب غضب كلا بعد سعودي قو اتقى وحاوي لعك جاريسة صدح نبع سقال بليان او دولار كمرايكن كاه ايا صومالي وحي اتعلا سعودي تل لعك تاس ما صومالي باشا قيستي مايا لعك تاسي طبان سنة كهر لبي طبان سنة شاني طبان سنة كهر ايا صومالي اللي سيي markii road map ka garowey 1 2 la dhig jiray oo kale ayaa Soomaaliya loogu talagalay in Soomaaliya dastuurkeeda lagu dhameystiro dawladnimadeeda lagu dhameystiro ciidamada shisheeye dalka ay ka baxaan ciidamada Soomaaliya ay leedahay loogu dhiso Soomaaliya cageeda isku taagto isla markaasna Saudiiga bedelkeeda badda cas magaalooyin ku teedsan ee markaysa ama ku aadan سوماليا إنو مغالوين دلحيس او كردستو هندسو حاجري جبوتي معني جيت لغا سمينا يبادة معني إلاي سعودي تغاي هندسو نو عاس حاجري مارك يسي جبوتي تو لويا عد تو بربرا تو مارك يسي معني قندلا ايو عرولا ايو غاريوا ايو لول كان اردن لول مارك يسيدا سعودي مالو حاجره عربهان كمد كا ودمد الدرس كلا عماني ما إنه وحكولي يهي باجر هذا الحيس معني ما يلاق روح بدن معني معيشتنا قيلان لسارايو إيه اللوغدان إيه أريغان مراكيب تلسارايو إن لو بدلو بابور عادي أه بابور كإنو بايدنا بكسو بحو كسمايا كسو بحا مقدشو حضر جدو ماركيسي قيلة أما أريغان اللوغدان لغو سو قادو هرقيسو وطوس أمرو لو يعدو وكقلو جبوتي ماشاسي معني او كقلو لاميقة سعودية اي جبوتي ماشا ماركا يسي لغا سارو بابورك عادي معني سعودية او قي يو ارقا اي لغا يعني يضان مركب آن لغو رارين او نبا آن لمرين قرشن نو عاسي لعاك تاسي ان لغو فوليو سوماليا نا عاقية دا اسكو تاكتو انتا سوا فهمت لعاك تاسي يضا محمد عبدالله فرماجو ايا هادا كور تغي مر oo dalbaday waxay ka soo siiyeen 100 milyan oo dollar 100 kaas milyan waa marka farmaajo iyo macni markuu yimaaday uu ku noqon jiray Saudiiga hadda xusuusataan markaasna Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo farmaajo way is wateen sideedaba Sheikh Sharif Sheikh Ahmed bay wax ka dhageystaan Saudiyaanka maadaama road map ka iyo dastuurkan markayse macni aabo u aha oo macni garow u tagi jiray ilaa haddana uu difaacay Sheikh Sharif wuxuu yiraahdaa ماركيس معني الدستور كي لبضة كن لبية طبنكا قروي عن كسو قرني وإن وقصو النقضة حسن واتن هدو اتاقي
حسن وكبوتسي كو كدبنا شيخ شريف يا فرماجه وحير ويسكو بودين واتي شيخ شريف معني اللي ثم والله حسن وكوكوسلاي فورتيمبو حاجدو هدا هدا بين نقطي واتا شيخ شريف وكوير فرماجه نيمان كان افرتن اشن مليون او دولار بامارات كسو وطاني انا اوجي هدي العكت اسلي مادان هدي كوكولا دغالما يعني اني او كقبو واتي روبلا انتو اصح سحدي روبلا ايربورك سو دافيي فرماجنا العكت اسي واتي لغو دلي او ماشي لغا توري سيكستو يا هاتابا مركا هدا سو ارورينو شيخ شريف شيخ احمد ايا هدا سعودي غا كومقن شيخ شريف سعودي غا هدا جوغا حسن شيخ محمود شيخ شريف ما اركي كرو او دبو اركا حسن مركا سعودي غا هدا وحو اتغي ولي يهي ما اركي سيمعنيه لعقان ربا لعقتنا شروط با هورتا على مركا شيخ شريف با عربت قليي نمانك اللي يرادو سعودي غا وحو كيري ودر اقل كلية لعقتنا صومالي ودن مسيسين ودر اقل كلية كليبة دستور كان هدا حسن ودر اقل موضو ودلكي قرتجعو كوضا سيدي لو قدورتي كو موضو لعقتنا هدا سيسان صوماليا معني وكو باب إن دونا اذن كان بري اذن ما يقان شيخ شريف سيدا سولي حسن مركا وحو دونيا ان او اشاق سعوديان كا او يرادو ودر اقل وان اقل هاي اي لعاق هلا يسيو او محانكو سينا هل بليين او دولار هلا ايقا سيو لعاق تان سو انك مليين هل كاسي بليين عيدا مدان كل سا سا سولي حسن مركا شيخ شريف بحولي هاي حدو اسجلعي حتا هل بليين يالا سينين يوح قلو مرك هدي لول كسكست او هاس اسول ديغو وحي او بدان تاي كنتن مليين ان لا سوسي سيدي فرباجو كنتن مليين لوغا سوسي لعقتاس لكن هل بليين او ربا اسغا هل كاس بليين مرك لا سوسي مخو ربا انو كو سمييو عيدمدا مساريدا اه او نن ادمستا اه يا علوشود او شقايستا ياشا ان او كو بيلو ربا اسلا مركانا الا اي كسمايو الا اي بونتلاند الا اي سول اي سنك dulkaano dhan inuu ku qabsado waad aragteen maanta firdhiye iyo tiimkiisi iyaguna way hadleen dulbahante waxaan rabaa inaan u hanbaliyeeyo dulbahante waxaan qeylinaba maanta xaqiiqada waa fahamteen ayaan dhawayd markaan idin sheegayni war waal idin dagaaya xasan inuu isku keen diluu raba waa beenti ma sha Allah maanta proxy war inaad hanbaartaan inaad fahamteen a ka soo noqotaan حسن إنه سن وحبا إذن لربين واد قراتين وحي ده أني منك قاتمة للي يهي بنت لان إيا جوبة لان هلا دونو أنجن حقوق ده أن كل لان هاي الدولة ده فدالالكا هانا لسي عديك لي جيش إيا جوش مالي ورقدو ده سيداسا كل لغن مركة دنباري حريد كان أجرين هرطة مركة دارود ميشا سوسكر راعي دادا بوصة تفوار كرة دادا نيجة تفوار كرة لكن وحي جيران كوشيغي marka xasan sheekh maxamuud ciidamada masaarida ah oo dalada qaramada midoobayna aan ku jirin oo caloshad u shaqeystayaasha guriyaha dadkooda ku afjaraaya ayuu doonayaa in magaalada muqdisho marka hore uu ka soo degsado markaas ka dibna halkaas bilyan marka uu helo in ilaa iyo juun wadanka Soomaaliya loogu qabto doonayaa Soomaali maba u baahnaba askar Soomaaliyeed uma baahnaba hal bilyan oo dollar hadii la soo siiyo waxaa weeye ciidamadan ajnabiga ah ayuu kugu dilayaa oo xabada aan karin baabuurta xabada aan karin sita diyaarada daroona wata shahiidi markaysay Iran buu soo qaadan macnaheey shirkada sida kuwa Wagner ama Wagner ka Ruushka oo macnaheey heshiis la galeysa waxa leedahay gobolkaas ii qabo intaasan ku balanay iyagu marka iyaga ciidan la iimaanaaya qalabkooda iyaga la iimaanaaya gobolki way duuminayaan way baabinaayaan dadkay xasuuqayaan ebrey ka dhigaayaan way u qabanaayeen xasan tusaale puntland oo kale garow oo kale waxa weey qandaraas la siinayo gaalkacyo nimanka caloshood u shaqeystayaasha hub casri ay la iimaanayaan soomaalida aan haysanin adduunka warshadahan shaqeynaya soomaaliya cun qabtay tubka waa laga qaaday hub soomaaliya aan la isticmaalin ay keensan iyaga mishinkooda fushan magaalada markay qabtaan xasan ay gacanta u gelin
دابا دلفيدي مركز الديجان كاسكسو جدي بان مكروفان كوسو استاجي يعني قرشنا عاصو رباط دلك إنه كوكب صدى حسن شيخ محمود مركا العك تاسي أيو دوني لكن العكتي وحركاتين آية شيخ شريف شيخ أحمد شيخ شريف هو يسوقنا هذا كوسوغن سعودي إريبيا مركا لقطة أيا لقطة اللي يسوقو هيا انت سوا فهمتي بان أمالين آية ولا ليار وركيجي أما وركينا عاوة مارك يسمعني سرت السفر كبل حوينا الصومالية هل كاسي أيان ربا إنان مارك يسمعني كسو قويو كل جي إنان هذا لما أهن وحان شعلا يستي إنان ضدك كان السيو مارك يسير دقي استياشا يداو دياشا قيمة هي قايلة إن أي ورمي كران استوديا ورباهين ساوثر ميديا كوبريشن قفل بو أفرية هاي إن أوكا ورمي كرو سيد عبد الرحمن أيان هذا سود وينينا ومتحللين تصوماليات كمدة سلام الله عليكم سيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومعلاد الوام سلامي هذه خيارتك لا ماشي كجرتا وحوي هذا نيو نكا جرنال كاية جرنال اللي حسن شغلي يعني مرلوات بنكو علم جاليا قود عيدن كحوق دلك الصوماليات وحوي أنا وحان واركا باشر غول وحو الربا إنو خارجيو ودوانا معناها وانت يرى فركوتوريسكا كبد بادي شرغولكي يدامنكي حسن وود لغي سراكيشي حوق الدلكا ونوغن هاي ماشي كل مادين او سيدة مانتا وربحنتا نسيسي كواني هاد مانتا الحسوقي ايهين كوحد يقدم بيسي مركانو جرنالكا وحان ديلا دي وركي نوغادو حامر يسكو تغن إلا دولتك لكي مانيسو تركي جي ميلاها جيسكي جوغ ماشي هادا تكتو قبرهي قاقوا قدين هاي ورقد دي دل كونوا ديار حسن لما أميني كرو حسن وان مارك وضن كان ميل درن بو ودا قرشيال بوليه هاي مركا ساسان جران كان ديلا تيدي كلا حسن وان نيكال دوها ادن ومعنى وحواي حسن توقو اصلا قرنه ان وحن كوش يغا هده كوهر ان عيدن كحوق دلك الوحا سوقو دول كان مارك تباشا بقال قارهان مسا قواء يهير قداس ماشا حسن رقبا وجوغا شرقول بوها وانا ماشا هده جير عيدن كبالكي بس اقاشن حوق ماشا الودن ميي وميلو مارك تي حسن جيي وانا ماشي هيري داس مركا ان وينتو هاد الدادين اي عنوغان ادير وها لغدري وحاسي وينت يحاسك يحاسمو يموقتاي يحاسك وحيوانك كليا هور دوغاقان عرب كالهاي سيدي سولي قانيو وحيدة جحن جحن مجرو عبسين اكسي مطالو مركا وحان لايه وحان لا وحي سراكيش حوقا هدول يقولون يا حسن كاجدو أما دون يا هنا إمام الكعكو بيران سيدوا كل مركز حلايا هسكو تجينا حمر حسن على شقين أنا والله وين خارجين دورا نكان ودن كملوا ود الله يقان على الشقسيال بصوتة وحكستنا وحصة مين يا مارك تيان تندذين وقعرروا عقدت بقوة عيدا كان يودن يدهورا بس كان وش يجي سومالي هدان هاي قلبي عما قمنا قد كور بنوير با ينوش يجي وش يريانو عيدن هو بيسن الميليتري مرحبا اي وحان ربا بوليس بوليس كان عادن ويوحان نبتقلي هذا انت بدان وحان لو دياريا مال الدونيو ان عيدن ميليتريا لو ديبو الدويدة مجرتو ودن بلا عيدن ميليتريا ان محاتي معناها مفاتي كان بو روينو صومالي كان ديوين كارا كود عادي انو ما غام بوحو يهي وحي فاتي كان كليا ايج ودن يرو كلو نسان مارينا لو دهو dowrko wadan ee saddex wadan ba jiro saddex wadan ku dhaxyaala iyo wadan yar oo maareeytay sawaasiland leeyahay hadda magacu way bedeleen oo koonfur afrika ku dhaxyaala gar ahaan labadii hore ee Vatican-ka oo rognay madaxdan ka atliga ee nimanka gaalada masiixiinta iyo magaalada yar waxa way military malaan waydi talyaaniga Italy oo maareeytay gaashanburnaatay ku dhaxtaala magaalada Rome bayna ku dhaxtaala waa city within city state marka حسن صومالي ساس ولو ربا بلاي وصوت عينان قرني نكا شركي سالك دكتون هذا واي لكن عيدان مضى الدين لله محال لو قرنايا هذا واحد لو قرنايا وحوي واتيوغ نمي من صومان سوق يغان لاي يغان اكتن بايا من الدون ايان ماركتين لغا هلو ميشان بارلمان مجوغ عيد نكا نقابان كرتا مجرتو وحوي هذا الكيداني مانتو ادريكي سنيسي معناها ويري dulki wal boobiya dawladdi ba billaha ku socota dulki dhan ninkan cid qabanaysa ma lahan hata aniga adani maanta uu sheegto wuxuu dhahay aniga wuxuu yiri markaan doorashadii qof yuud rabay odayaashii deegaanka ay la hadlay waxa la yiri naga jooji wuxuu yiri islaan ciisa ay la hadlay buu dhahay islaankan meen beelaha reen waalayda Soomaaliyeed wuxuu dhahay wuxuu islaanka ugu yiri buu yiri anaga ku qabanayna hadda aad us qaban weeydo marka xasan wuxuu durayay dani wuxuu durayay xasan iyo odayaasha dhaqankiisa uu leeyahay oo ninka Soomaali ka qabta karaan nimankan muddo looda ama abgal
ayuu lahaa macnaha ninka Soomaaliga qabta ninka Soomaali meel xun buu ku wada haddii waxaad moodaa in beeshan maareeyay mudulooyinka hoggaankooda dhaqanka damiirka laga qaaday aysan arag ninkani dhibku ku hayo iyo magaxxumada iyo bahdilka ku soo socda iyo sida ay maareeyay subcadoodu ninkani bulshada uga dhigay way madaxweynaha Soomaaliya haddii hal bilyan oo dollar Saudiiga uu ka soo helo maxaa dhacaya هذا هو حد يعيد دونتا أمر كإله بالي مستقبل كإله بأوك سبحانه وتعالى وعالم الغيب حصيه شيء وحن نقو قياس كرنا وحن حسن كارقني iyo maareeytay waxaan ka naqaano waxa dhici doona inuu maareeytay Colombian mercenary keensado ninkan iyo aanu wuxuu ugu maareeytay gaalada iyo nimanka ajnabiga ku jicliyaad baan la yaabay macnaha waxyaabo u baahan inta buug taariikh laga qoro way xasan isaga oo taariikh isku filanba marka hadii wuxuu doonayaa maareeytay inuu waddan kan bilgaysto isagu wixiis waa dhacun aruma aqaan cid lacagta kula niyo ninkan businessman ma ahayn bulshada weyn kama gurin istaagada waaweyn ee New York iyo London iyo maareeyta Berlin kuma lahayn shirkado uma joogin oo istaaga owner ma ahayn waxa ma ahayn ninkani fiiri macalin macalin iska si la sheego macalin hoos u dhuxu ahaa islaamiyiisuna gaaska xamar ugu jireen marka waxaan maal ka badanay hadda uu isaga nagu yiri toddoba jir baan ahay afrijka odayaasha Soomaalidana waa 77 shan sano kaliya uu dhimay ilaa laakiin cimrigiisa ayaa marka lacagta xaq uu wadaa xaq muxuu rabaa macnaha aniga waxaan u arkay in maareeytay odayga la dhaho Cumar Geelle uu 10 soo akhriyay uu yiri saddex nin oo ir Soomaaliland sameeyayna oo kaliya taliyaal Soomaaliya meesha ku socotay adana waa tan wuxuu raanu Jabuuti baan shitay Musabixina wuxuu raargiisa shido Xasan wuxuu ku yiri konfurta shido hatta Xasan waxaad aragtay bariyahan wuxuu bilaabay inuu yiraahdo madaxweynaha konfurta aan ninkani iyo madmadii Soomaaliya hatta waa ka tagay xamar buu wuxuu rabaa inuu ka dhigo waxa la dhaho city state ama wadan magaala tee meel kale ba hadda kama taliye marka waxa waaye macnaha waxaan khasaareen Soomaalida ciidankii la dilayna waa u qariyay warbaahintii cid ka hadlaysa ma lahan baarlamaanka kale iyo hoggaan dhaqan cid kasto xamar cid hadli kartaa ma jirtaa maniyo ninkani kaabo maafiyo noqday nimankii britiska baarlamaanka maalinkii dib ka hadlayay ee yiri maareeyay jamjadiid iyo waxaan doonayaa waxa weeye newska ay ka soo xigtay ninka ay ka soo xigtay waxa la dhahaa Lester Holt oo NBC News ninka Evening News soo daayay warka galabnimada oo saacadda Minnesota markay tahay 5:00 barka galabnimada ama Central Time Amerika si loo yaqaano marka warka ninkaas u beeninay macnaheedu wuxuu yiri daadunyada dhan baa isku raacday ninkan waa beenaali waa tuu isan dhisan wadawaa uu sameyn kara raygaaga wuxuu sameyn karaa aadan waxa Xasan baa hore inuu sheegay wuxuu sameynayo soo hadda kor mu dhigi jirin wadawaa uu igaarkeygi uu dandiqa lagu gelin tiibuu jacaladii uu daawaday Xasan xusuus dheer ma lahan ajaladii markuu daawaday dhiiqadii wuxuu yiri oo waxa la wixii ciidanka la dilay waa inaan ninka dhiiqa lagu awgeliyo kolka hadduu aqbalo deyaan ma aqaan inuu taxadiro meesha Soomaalidu waxay tiraa doqonba halkii lagu qatari qoorta soo gelin maana midiyay lay qarsha lagu qali doono wuxuu rabaa inuu markii hore dhiiqa lagu awgeliyo beenbeenta baldeega u sameeyo kharijintii wixii faylalkii wixii oo dhan uu ka maareeytay uu ka aaso Soomaalidu waxay tiraa xaar sagaaro isagoo muuqday tiraaqa qari marka ninka wuxuu doonayaa in wixii dambi meesha ka dhacay xoogii lagu xasuuqay oo ninkani koofar abu sameeyo ama uu qariyo uu daboolo faylka la jeexjeexo intii wadaniya isaga rumaysatana hoosta laga khaarijiyo dhiiqa lagu ahugeliyo kadibna markuu dhiiqa lagu ahugeliyo intuusan kursiga ka tegin uusan Xasan haduuna iscasilama balaayi kale u imanba intuuna ka tegin kadibna wuxuu sameyn doonaa waa saan u arkaa anigu inuu khaarijiyo jeneraal Nadula Kuroda waa khaarijiyo halkaana dilkii ciidanka waxa soo lagu sameeyo cid dambe waxba isweydiin ay noqoto maareeytay aad shimbir oo maareeytay laba gorgor hawada kula goosteen aad buu maasayakaasi waa maarkaysay Sayid Cabdiraxmaan waan u mahadnaqayna waqtigiisa qaaliga dhageystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qayaal ahow walaalayaal fayras aan caadi ahayn ayaan lagu soo furay sidaad arkaysaan shaashada hadda way jareynaysaa marka taasi waa wax iska caadi ah laakiin muhiimadu waxa weeye inaan innagu dadka aan gaarsiinay risaalada walaalba ina soo wacay Janis baan siin doona sida xaq uu yahay hadii Allah wada la ukara liqo halkaas aduu joog waa soo dhaweynayna idinkana dul qaata fayraska macnihi shaashada ka jira salaamu alayhi alaykum maxaa ku daraysa walaalim salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh maleedin geediyada keen salaamahay markaan mayba ka daray tan oo bay dhabo iskariga oo hadda la leeyahay oo dibal ka hukumi horta dadka digilii maraflan dhaladeen mayla arays masir sho maalintii lafta gareen xamarko iyo gudwiinka dhi hadii rabbi iriga leeyin ilaahay kihirmaano halko qofood hadda duunyo mundulo soo iska taladaan hortaan ka baaqe may weeli
سان سان تان أرقي ماي كمد أنوغي أو خدر أو تاغيري ماي لارايوش داتكي شعب يهايين أري إيدن كان ديكي ديب غوالادة ده مالك حسوغو كو دليل أن ودو أن أرلانكونك ليابن تانكالا كي أري ديارد لفتك غرين ما ملكو كونفرق ونوغين براو مهكي ديو كورتو كي أراي شفانا قدومي ديغان براوه marki aad amaalaadnu intum aad heerid nimankii intii bihil qowalka gaadi marka may aragahaa koonfur galbeed sidiib inuu hawiyisan nagatay inuu la hunduraayna malan ku mar hor la gadaday shalay bu kursiga hooga la kasheenay haddana kullay dadkan horta inta badan shucuubta dadka muslimiinta malaadnu dad haliyeeyay geesiyaal ee wadamada arabta مشوب او الهي كسلدي مدح الهي كسلدي يا هورتاغن موش ما ولالنيو جو هورتيو ماي كو غومادان اد مارك ديدي مرفل ماي هوبي هدي مدح فايل حالا فادين والله غوميسي ولاغا سودون يا برسن مكجير فادنا مارك حد ماي بان اغدالان كو مار هوري لغاددي تاريخ ده يوني ولاغي دولك غول مغدي لي شيغاي واي الهي كي داريي لانكي شلاي aflafta garayn iyo nay jumaylan in dakano inuu helka la ka gaado shacab gaayn la xasuuq lanki kaleed usoon ari bara wala haska halay kormale la ara iyadoo maamul deegan lama san i wal yar dhisan inuu libedel maamul deegan macna jay may hay taas fahmin la asiban war afar sano madeen shan sano madeen qaab kullin bedel aw lin shal daraw lanki akhla la fahme marka sumay ba amaleeyay digri miraf mar hore lanku masir jo gadadi kamel deeri may weere dhamadi iyo dhon hasbanaan beena dakan oo weeno goomiidi hal nagati hamara koy walaajiye duubade marka nimankan meel la fado halka dhamaayay barnaamijka waan maleeye marka tiidiy kale norta dadkan rigi rabbi leeyin umada bin aadin kale ilaahay abuuray dhagar kasto lugoolo lankanka ogaal badan allah waay marka dadka muslimiinta si guud isse gaar boorta dhibaato ulus ya ku sugnin ilaahayna may ba aray dadka muslimiinta madax hun may kisilidaw loo iyo humaadan ma marka dadka muslimiinta malaadinu iyo humaadan muslimiinta diinta ka taben dhaqanka ka taben hadda dadkan oo madaxda la ka sheegaw qabiilada iyo sidii oo ka taageersiin islaamnimanta yaal marka lanku haddii walaalun bi iyo Soomaali sidan galahay dadshay may ka mar koromeen difaacayaan qabiilnimeen difaacayaan TR Musaylamatul Kadab meenaha Nabo Muhammad isoo runglowe Musaylamo Bengloe raayarkay ka dhaladiya taageeratiya socod markan ditaa socod Soomaaliya dib kun ka baxas may weeli islaamnimadii un shalaynay dhali dadka baal mareen lan welba qabiil masgaad ka degi qabiil kale galowe markii barnaamijkaas intii ba socod Soomaaliya xaaladii akranta inuu Ilaahay han reeday mooshi laakiin dhalinyarada digiray mirablo gooriga wadaan ma in ka baageyna ma yaa oo lafta gareen iyo afaar gareen intii iska dhaaftaan masiirkiin lan walba deegaanka aan dhaladi lanki shanta aleema oo dhulkan biri weyn ee leegay dhulkan roog daafad warfeejigana gaamo intii la koohir ay lakiin dhamaaynay lankiisan lafta gareen la timar hore la gaday gareenkii ay heri marka kan bay dhawo roogo war aayaha bay dhawo digiray mirablo ka dhahayta inta looy lafta gareen iya faarij in iska halayteen baraaw kiroog saasar laha afgooy kiroog lankan madax lankoolay lankoon hal hab us bedel kor maleeyo umada feejigini may waran lankoon saansaan tamay waay dad kun ko orka asidi jaran jari haayeen shalay ko jarriya ku kori hob meelus faday deerina gadadi hatta seen gadadi oo saarfadne walaajay duud badan magaalooyinka iska degi fan dadka talada lahayn manale abeesahan shib yey umadiya fada markii inoo dhamaay sida haddii Soomaali ka socod marka digiir marif leeyahay magoon marka inoo isku duubo maano ay jo ka taladaano ilaahay jo kiir magan ka baageen ma ahina tala lafta galeen ku sugo ilaahay mooshima majirt askariga markay siyaada waa lagu toogan leeyahay oo masiirka difaacayay maxaad leedahay marka hadda taas ma si damir humad digil mirabla ka habsiti way ana marka walaagaas amal askar taas inuu dhugunsane ilaahay leeyna akataalada maaba an ka midhaane maamulki qashin jeen daasa qob intii li hirfaday ama la joojoo faday jaraayim lingay sida fadi iska talada waxaas amal qurunkaas aan dhugunsan galay dhimadaas aan isagu haye dhimada hata meel li siin ka toogay li siin leeyo nimanka qashinka maxkamado ay fadhiyaan intii dhamaayaan iyo ay dilo mooshima meela maamul maxkasooda digri mirafleshar ay madinatul mooda la aray baydo meeli agnaga to hadii la fado madinatul moodi dhaafa dheetoy
dhalal been oo hoosna qurmuun ku duun aragayna way ciidamada kale ee hadda la safan diidan maxaad u sheegaysaa ciidamada asmaanka baagay mase qadiidaas hadda aaminsantin waa qadiid oo muddigil imarflo way war digil imarflo oo satalada way ay magan war hadii uu in la keetil maami qiyaana qaran guriya in ka daad hooy la kaari may la araayso dhinni kasta la keyay Itoobiyaan wa eluu laka ari haddi lang usoha dhiiridi waladanka dhiiridi koron wa anti megaarid apafja uurki digidi mirifla maayafulku usohru gari ori aane wa eluu Itoobi shati ya faram tusaw war iyo aaniki inshwaana diyaad matabankan roog haddi adiyana saasara aani inshwaana ori shati iyo hoida makasawana diyaad iddilang ay indoode hata magaga yata meel laka amaleno iskari li intoog iskada marka iyo diik barambarika jirte maaling ya miin miilkasti iyo lako gumaade dat yo masir shon man hada la korang marka askartaz ma inka baagay war dimada san isungo hayi et dimada isungo deyusen dimitan waxas urmunkas indugun sitin maamulkan horabayn shayi warnanka musulunka ee diinta islaamka dawladda islaamka si rasuulkuna ka deerni may buway amirka hadii diinta ka bahmay adeyaw usnafti sayr kala gaaday ama hoob dilmudan way dibe marka nafta gareen may ishaaray bi diin iyo inay muwadna dastuura wadan hadii di Soomaaliyeen oo ka dhagan tii diiday dastuurkii gurmuunka inoo dadku ku duleysan iska deeyaan may goob inoo la iska goobada lankaas waxaas gurmuunkaas nin lanka fiisana saxay aanan dhamaadan way arintan laakiin maxay uga dhigantahay qabka qoomiyadda wala qoomiyadda qabshe hadii barnaamijku askarigan lilay wal tuugada la fuliyo digil miraflo mayr laha isan dhongor gorradii garbasaar hiwida tidii gal tumise de November dabal degana sheeg di adad wi muise de November male bayo war la hadaba masir jay gudkun ku jirmay alan in gabaal dege alan ibraahi alan wal mataraan iyo dadnimadeen muuji goodko oo walaa ku gorgoraya marka an may laha warnamiya oo qabkin iyo baliska jir arire ka jir markii umadan farahin bilad ibaadiina masirki lanki wal ha gadaday shilmaada la xakasi unuun may laayna lan ku shalay kursiga maadaama hoog la kashayni isbedelay taas darti lan garab surunay moosh ma lan ku wal kalma in garab suna tiina hada may baan aqda sidii suko doran inoo wadmeena barnaasirki gadaday ya umadii dadku usan la jireen aragay taa dil ahmed midowa wafdiito oo kenyaatii la hadire naagay madaweena kenyan seedi hakadiidi wafdi soomaali la kadiri diidi war dadnimadaas ma in diidi digir mirbleen aan dhamada war shirmaad lan ko kasi may keen taraayan maan war hal dollar ad iiman kar la qabto ilaahi lan kan jeeri la hal milyan oo musuq maasuga oo damir jaad ka gadadaas inoo bariyay gabrooga iyo wiililka iskor koran ma in orda faa'iido ma la kadeere may keen daraas beesas aakaran jahannami hookeen dheer marmay laha dadka madaxda ee madax maba jirto ilaahi habiya tiidi kan ma no may hakki higde umar aatu way shar gooli shacabki iska dhaladin walaha suugi gudoomiyaha baraawana ka aragdi usuna shabaysan way shar gooli lay dhalanka shalay riganimada hadali geeka may la ta dakadi balanga sinjig maamud adeeran ay wa iyo dadka ganacsatada boqod ee kamid tahayen usuna wal shar gooli hadda may ba masir jo gud ki jira nimanki xilabaanada hamar roogan may aqta iyona tanto ko doran inoo ka dhii doon oo lan ka saxiyeen lafta gareen ay taasa ay hubmaan Ed Buma Sanya walaalka isaga studio warbaahinta Southern Media Corporation inoogu ramay waan u mahadnaqaynaa sida fiican markayse raayigiisi uu dhiibtay boqolkiiba boqol walaalkaasi waa geesi halgamaa markayse studioha warbaahinta Southern Media Corporation toos ula soo xiriiray anagana Janis aan siinay hadii Allah uu dalow ka raali noqdo Mahmud Farax Maxamed Dhaqane iyo markayse rag kala duwan oo markayse studio soo wacatay ayaan rabnaa inaan jaanisiyo kala duwan aan siino qof walba raayigiisa si fiican in uu meeshan uga dhiibto Assalaamu alaykum Alaa adinu wa ku salaamay adii iyo dhageystayaashii dhamaan Soomaalida ku xirin oo TV-gaad aan fiirsanayso aad baan u salaamay aniga raayigeyga hadaan ka hadlo adinu horto waa nasiib darro ciidanka Soomaaliyeed maanta inay saas u baabbaan oo san Xasan Maarti marna ka tacsiyeynin marna uu san Maarti maxaan ku yiraahdaa una diirnaxeynin waa wax iska caadiisa Maarti waxa la leeyahay
وعادي سموك عيب تسمع وحساس على ليجري معناها قف مركي يعني معناها دبا عبد القوي قانئي بقن ولية هاي مركي وحي وسمينجري وحو لما إذا مركو سمي قال لي هذا هبل واسك عادي سوا يعني معناها وح بقن كيس عمل تاس واسك تاس إيه منا أملاينا إنه أدير نحاي إنه مارتي وكدن قناعي أما مارتي وكو كلنا مارتي وعنا أشوهاي أما تعسيدو ذا أما مارتي معانكو إلا ذاي غير كي كسو جيدان وتعسيينا يا أما عيال كي كتاقين ومارتي أقول انتي حبوغ دو ليه هاي منا أملاين ماي كلي وادباعدها حسن إيه قابك اللغو برتي أما قابك اللغو أركي إيه كلي ونصيب درس ومالي كل عضي أنيقا سيدان وأركا dantu u leeyahay aan ku xirin in dadku u laayo inuu maartay maxaan ku yiraahdaa u san ka nixin ciidankaas u samarna maartay maxaan ku yiraahdaa aan la shaqsheegin hata nidaamka dhan oo ku shaqeeyaa waxa waaya hadii dib dawladda soo gaara ama ciidanka dib soo gaara ama ay wax dhacaan in aan bal la sheegin bar nidaamku ku shaqeeyo oo dhan qaabka aan loo sheegaynin aba noocaas aba nidaamku ku shaqeeyaa nidaam noocaas ah kulli ma aqaan danta uu kale yahay iyo meesha uu ku wajahan yahay iyo qaabka uu ka wadaana kulli garan maayo waana la arki doonaa markaan fiiriyo burburkan Soomaali intuu ku dhacay ama maartay dawladdi Maxamed Siyaad Barre ay meesha ka baxday dawladdi nidaamki Soomaaliya horta waxa ka faa'iiday saddex qolo waa aragtideyda aniga taas saddex qolo ayaa ka faa'iiday waxa ka faa'iiday ogaadeen iyo nimanka la yiraahdo majirteen iyo nimanka la yiraahdo hawiya saddexdaas ka faa'iido ogaadeen waqas ayagoo Siyaad Barre xilliga 77 oo maartay digaal oo Itoobiya ku qaaday oo maartay maxaa ku yiraahdo ayagoo qaxootiya dalka la keenay ayagoo maartay waxba aan ka ahayn markay dalka soo galeen waba kaas maartay usbiyaad Siyaad Barre meesha markuu ka baxay Kismaayo waatan Axmed Nadoob ku qabsadeen waqas hadda dawladda ay baahaystaan oo hadda saas Axmed Nadoob waa kaas cidna ima soo geli karta laho meesha ilaa 22 sano meesha iska fadhiyo oo nidaamkii lasoo dhisaba isaga ka hor imaada marka haddana waaba ka raysal wasaaro oo meeshii maartay midka ninkaa lagu dheer meesha la keenay taas horta ogaadeen wuu ku faa'iiday qolada hawiyaha waxay ku faa'iideen xamar aanu qaalaha inay erigaas ka dhabeeyaan oo maartay ayiga maartay xamar ay dadka ka yeeshaan oo ay ku faanaan oo Soomaali ay wax ka dhiiweysay oo Soomaalida kala banaanka inay geeyeen ay ku faaneen wayna ka dhabeeyeen oo hadda waa kan ay la taageen Xasan wuxuu doono iska qasanay marka majeerteena dawlad bay dhisteen waa kuwaas marka hadda oo ninka dani oo meesha la joogo nidaam iyo kala dambeyn iyo ayiga wax bay sameysteen halkaas ayiga marka macnaha dawladdi oo sabta oo dhahana lugtay kula jiraan oo maamulkooda iyo nidaamkoodana waa u gaar oo cid kula jirtay cid kala midna male dekadooda ayaga waxay rabaan kala soo dega ayaga waxay rabaan dhoofsada ayaga waxa dhulkay rabaan gadba ayaga contractii iska gala marka waxa meesha ka baxay ummadii kale oo Soomaaliyeed oo haday tahay digil iyo mirifle haday tahay mareexaan haday tahay ummadii kale oo laga tirada badnaa ummadii kale oo dhan baa dhulka la geli intaas marka burburkaas marka uu jiray waxaad moodaa raxweynta maartay qolada digil iyo mirifle inaysan aqliyeysanin siyaasigooda aqliyeysanin uusan wax fahmin maartay oo USCD wixii ku sameeyeen aysan ka faa maartay ay aragti dheer ka qaadanin hadda il hadda maartay loo soo maleego oo ma la yiraahdo shalay wixii dhacay ama dadkii ayaga caay ama nasabkooda meel kaga dhacay in maanta nin oo arday maxaan ku yiraahdaa askar meel joogto markuu caay ay xabad ku dhufteen oo dileen in xaakamad loo soo taaga haddi shalay markay nimanka hadalkaan lahaayeen baan laga dhiijinin oon laga hadlin oon laga danqanin waxay ahayd in la mudaharaad oo baydhabo laga mudaharaad oo xudur laga mudaharaad oo maxaa ku yiraahdaa braawo laga mudaharaad oo inta dhulka ay degiyiin oo dhul laga mudaharaado oo dal iyo dibad mudaharaadka isqabsado oo ilaa hawiye lagu qasbo la yiraahdo arrinta aad ku hadasheen waa inaad raali gelin ka bixisaan waa inaad maartay maxaa ku yiraahdaa dadka ayaga ay waxa sameeyay aad maartay ummada horkeentaan oo xilkana ka qaadaan xabsina loo dira marka oo warcad aad ka soo saartaan oo madaxweynaha uu afkiisa uu ka sheega aan la rabin tii iideed ma noqonin marka waa loo saxsaaxday sheekadii biyo qabow waa lagu shubay dadkii afka dhulka loo dhigi dadka waa dad iska masaakiina waxba ma kala ogo marka niminka siyaasiyiintooda marka maxaan ku yiraahdaa aashir qolka dadka u dhigi marka aniga dhalinyarto wax fahmaya waxaan rabi inay maarta gacmaha isqabsadaan oo arinta ayda ka dhiijiyaan oo xarinyooda banaanka keenaan oo yiraahdaan anaga dhiigeena beec maahan inay yiraahdaan oo
أي بنك هرت تاسكين أنا في عن ومركا أنا بقول لي تاسا هرت أيجنا كل طالين لا دي كل وركي جان الجاري حسن مجا عبست أذوا مجا عبي كل أذوا وأكسوني هاي مشان مركو كتجاينا أصقع يا مارتي قفكة وفرحان فرالك وحاجة أصقو هاي وأكسوني هاي نظامك وطري هذي مركا أصقو لمركيس قبل ما أنت نكي شلي أصقو بنانك جوج أم عارضة وهن جباي وعندنا حلك دولتي أصقو صاقلي وشقدي وكوي وانت صاجر ومشن أولي وما أنت كوسولات كلي أصقعي قانا مركا عفمات كيس كلي ملك يوحل له ست كذي إصابات والقوة ده كلي ملك إنه سوق في إني كلا أنا كلي كرنا هاي لكن دو إمامنا ولا أرك دهنا كلي وحوسلي هاي قلنا وهرت أبقال وكسو جيد الشخص شريف إنه من كان سكيج مصلح بيقب وكشف عمل مارتي أبقال كمرك من كيف يعني سرجال كان يسوع عليه ده أبقال كحوقات ساس كو مارتي عنده كوسو قلنا أسكرتي وحن كده بيسار الله سرتمية ومصلحة وغيركود وكم مصلحة ينكي وعيدن كأي جلاين بين يسوع عليه عمل نظام نوعس مارتي يعد ومحكمة ذين كرمنا ملا لكن ونظام وغيركود وكل الوشاء ونكي أبقى لذين بين يسوع عليه عمل مرك هذا يغير بشيء هذيك ما كله يكرم way adigu marka ma arkayse macnihi ciidamada marka la laayay sababta dawladda ay ma arkayse u qarisay maxaad ku fasireysa ama waxa leedahay waa caadi ciidanka moral kooda in la ilaaliyo waay mise moral ilaalin ma jirto waxa waya nimanka nidaamka ay ku shaqeeyaan oo dhanbaaba noocaasa maxay ila qofka tuuga isma sheego مارتي ما هنقول هذا بنان كان اسمه كينو ما هنقول هذا ميران لوقار كيان مصوم قرا مارتي مرول بنك توجا ماشة اللوق لوقا يتوج مارتي إيه ميلها أن لفه مينم بوجلا مركنا من كان وحدتك مارتي أي أركيان وحد ومضم مهر كينيان نظامك أي كش مادين أي نظامك أي مارتي معنا كش قيان قديدو أي كش قيان أبي إن واحد القرية أتانا منك أرجع جالس ده ده واحد دلان مش يجان هدي أيق حتى أيو لايان حتى وأيق إذا على كيري أيق يري وركس وهاي رياضة هدي الدرين لمشي كر هدي أيق واحد لين لمشي كر أيق وركس كيري مركا أنا يقول واحد واركا نظام كأي كل شقية أنا بقين واحد لغرية وعيد هدي الدرية هدي إن مضح الدرية هدي لفكس تلك جيست إنا واحد الشيقين بأيق أبا أجين ده ضدنا بكاس أبا وعي مركا لكن قرنت سوحكم ما هو صدقنا مركا ضاع عن ما ميا قرنت qorshaha laga leeyahay ayaa kulli waxba naga qarsoon waxa naga qarsoon kulli way soo bixi doonaan qorshaha laga leeyahay in ciidanka la laayo oo aan dana la qariyo baa kulli anay aqligaygu wuxuu isiinaya qorshaha laga leeyahay in dad nool oo dhan oo ku shaqeynaya ciidankaadi in la laayo oo la qariyo qorshaha laga leeyahay ayaa ka weyn isleeya waa sida aragtideedii tusays marka waana la soo banaan bixi doona kulli waa la arki doona marka waa nidaam ciidanka dambe in la baabiyo oo umad kale oo nooc kale in meeshan la keeno la rabo oo lagu abuurto la rabo ama calooshu shaqeysta ayaal ha noqdoona ama dad kale oo nooc kale ha noqdaana yaani rajiimki horo oo dhan in la xasuuqo oo la baabiyo waa wax ka go'an ninkan kulli sida aqliga dameerkaygu ii sheegay adbu ma sayay kaasi waxa uu ahaa maxamed dhaqane oo studiyaha Southern Media Corporation inoogu warramayay walaalkaasi waan u mahadnaqaynaa Rabbul Izza kasakow safka waxaa ku jira dad kala duwan oo doonaya in ay idaacadan ka hadlaan ayaa jira dadkaasi waxaan isku day doonaa in aan studiyaha Southern Media Corporation Janis aan u siino waxaa ku jira Maxamuud Faarax oo isagu ina soo wacay ayaan rabnaa inaan ma arkayse Janis siino hadii Allah uu wadale oo ka raali noqdo Maxamuud Faarax qadku waa uu nala jooga salaamu alayhi wa alaykum salaama ya dhamaan إنا لله وإنا إليه راجعون وحاويان ميدام الدقمال ملك با أذيقيا وحملك قوت قال لما كرو وحبادن باد حاويلو ديكتي وحبادن باد صوماليو ديكتي وحبادن باد عيدامدا ديكتي وحبادن 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 آيات كهذا الشيء بلسي لقال لابو دلولي لقال لابو دلولي een soo ma raawayni daro waxaan jeedaa hawiye iyo daro
waxay yiraahdeen macalinka lugeeyay hadii la dhageysan lahaa dee muxuu u noqon waayay hawiye ama daarood waxay la mid tahay لولا أنزل هذا القرآن على رجلين من القريتين عظيم سورة الزخرف إلى هي أولها ما ما يجا فضل جبحية مثلاً جبحنا تاسواتا مدخلة لقصال بالله دولانك قبل الله حدود بيناتك أفدار يا شباب لا لبعتنك بشي تضلات ربا كوني يلا بدي هوتيل حياة صوب intii qara hayd intii gubaad ciidan hayd intii dhibaato dhacday mid kasta marka uu sida u dhaco waaga barigiisa xasan maalinimada uu dhoofa ama Djibouti uu dhoofa ama Museveni uu dhoofa ama Imaaraad uu dhoofa ama meel kale uu dhoofo miyaad garanaysaan Soomaaliyeey baldibu xusuusta dhacda dhacday حسوق دعي قماد دعي وقونا حسن لحساء قدهود دلك كقبحن ماذا هذا عالمكو مركا اي سفر آدو يو سفر كمكن ودن كودي حدا يدباتا كدعو تصالي مال انتي دي ويدة تركي قرح لغا سمين يورشدي ديارد شركي بريكس اوفدي موسكو madaxweyne Erdogan uu soo gaabiyay safarkii waana ki muddo ka yar 24 saacadood ka yar ayuu ku soo galay gaamays la qiray madaxda caalamku marka wadankooda ay dhibaato ka dhacdo iyagoo safar ka maqan inay wadanka degdeg u soo galaan safarka soo gaabiyaan iyagoo joogana ma wada safraan haday dib dhaco xasan waxay cadeyn u tahay dibka dhacayo oo dhan markuu fuliyo inuu dhunto oo dhumasho ku baxo dhumashana ku soo galo haweeyan ciidankii Soomaaliyeed boqolkiiba 85 dhul abgaal baa lagu gumaaday kaana ma isla qirnay 2022 ilaa abtunaaw wax yar oo meelahaas habar gidir iyo ده حوال ليسك دفاعي يعني شباب يخوارج حقه حرون اوه وحا حرون اوه دول أبقال دول مرصد ايو دول ده واح ير هبر قدير اوان بضنين وليبا هبر قدير انت هذا بضن دول كيدا اي تشوكتو دو يكو يرتحي مركا عيدان كي صوماليا دوردن ma intii madulkii abgaal baa wuxuu noqday bermuudadii diyaaradaha iyo maraakiibta liqi jirtay haweeyan Soomaali Xasan ma barato Xasan ma gumaad ma daayo Xasan waa Fir'aawn waa Haamaan waa Saamiri waa Qaaruun waa sharrul khalqi wal khaliqa waa Ibnu Saba waa Dulquwaysara waa Ibnu Muljim waxaan leeyahay marka xawil iyo lafta gareen ayay Soomaali rajo kalahayd oo ilaahayeen maadaama ay xamarna degan yihiin shabeelaha hoosana degan yihiin wixii ka hooseeyo dhana iyagu ay degan yihiin kuleetiga intay qabtaan ayay ku soo celinayaan dawladnimada waxay ku soo celiyaan daay waxay Soomaali rajo ka suugta daay ilaa daarood xagga iyo Midland iyo Jubaland biiska aaday oo de waxa ugu sokeysa magaalada la yiraahdo Garbahaare xagaana balanbalba ugu sokeysa qoraadana way ku fureen yihiin saddex xagalka iririzmka Ismaaciil Umar geel uu waliga ka yahay iyo labada filo ee filaha Hargeysa iyo filaha Banaadir Xasan waayo waa madaxweynaha Xasanlaan hataa koonfurta ma ma dhawayda waxaan maqlayay iyadoo la leeyahay madaxweynaha koonfurta Xasan madaxweynaha koonfurta ma ee waa madaxweynaha Xasanlaan xaqoo ka taliya inta filada gudaheeda waayo hotel Rose iyo maxay ahayd daljirka daxsoon iyo sayidka
يا أنت تمينا كما تليه وين وجنى تدري توين كدجمة حمر حسن كما تليه وين وجنى وهو وعدى حسن محوك تليه وحوك تليه حسوقة يجوماتك يحراشك يبابك أنت أسويين بدعويني ماذا حسن حسن وأفدو بيهاي صومالي وحي مويسا حسنين وحرياي حسن شركلا كان صدي وحالله كان صدي وبرلمانك اللوغو سو ساري وبرلمانك اللوغو إيبيي ويكلاب تيسي أنغذين 5 بليون دالر إن لوغو حراشتو صومالي قبل كستنا شان ودن وصل ديجيا كاسيو براهانا وكوري جيه تل أبيب يعني صلقة حالانة يا كتليا مصاد با كتليسة تل أبيب با كتليسة أو والله يو بالله يو تالله يو صلق تل أبيب وامركي هو الرئيس تاريخ دا صومالي صلق لغة سمييو تبهد تل أبيب حسن بانا أصحيحي بلي دوغلو مريكم كو دقنية المحايا هيداي بابا هانا دي مراكيبا وجوكت محايا هيداي تبوتي نسلق بوكولية يعني حد روحا صويا بي بشي نوفمبر سنة كي هوري لحدي يا شنطي حسن تحسيبو تلافي بوتي لحدي يا تضوضي لبضا مالي شركي كوري امارة شركي خريات كور وحو صو صحيحي والله يو بالله يو تالله يا badaas si xuutiyinta iyo Iran loogu la dagaalamo inuu saldhig ka siiyo yahuud November sanadkii hore ahayd 6-7 hadaana shanqadeeda magasha yaani Ethiopia maxay badda Soomaaliya ku rartaa Ethiopia waxay ku biirtay BRICS BRICS iyo NATO waxay isku hayaan badaas Ethiopia yari Ahmed Soomaali culama wuxuu leeyahay ahmaro iyo tigre Soomaali iyada weerartay 20kii July Xasan Sheekh Maxamuud ba weeraray bishii June waa ki heritage uu ka dhacay Djibouti Xasan tagay xalagu yiri Ethiopia laga maadkan karo hadaan xuduud dheer aadan ka dhabar jabinin waligeed Ethiopia oo la jabiyay oo khatar gashay waxay ahayd waqtigii Ahmed Guray iyo waqtigii 77 cidda kaliya Ethiopia ka adagii waa Soomaali yaani abi Ahmed agu ku sii jeeda faano iyo tigreeba haysto kursiga ku haysta Soomaali culba lama aha hadii laga tagi waayo daarood la culba lama aha qaxan weyn la culba lama aha waxa ku garan kilalka shala ee jigjiga 4 agas sidoo Mustafa Cabdir ugu wareejiyay wax faragelin ugu geystay haduu faragelin waayay dawladda deegaanka Soomaalida Abiy Ahmed haduu faragelin waayay ma jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya faragelin waxa uu qorsheysan Abiy Ahmed Soomaali ha maqasho oo diyaarsan hadii badda laga siin waayay dekeda kira wabiga Shabeelle boqolkiiba 75 biyihiisa inuu jaro oo 3 laga sameeyo dam labada webigan kale ee Jubba ee 3 webi noqda oo weed iyo webi Ilaan iyo webigan kale Mandheere iyo Soomaara kuwaana in laba biyo xileen laga sameeyo Abiy Ahmed baarlamaanku ka yiri Soomaaliya biyo macaan baan seena sidee noogu diidi karaan biyohooda dhanaan yaani adduunku sidiisaba darisku markuu daris yahay wuu kala mudan yahay shisheeyaha Ethiopia maxay naga dhexeeya 23 million oo 4 state degan oo Soomaali ah yaa Ethiopia kamida xabada ka qaraxda beledweyne iyo maxay ahayday beledweyne iyo mustaxiil madlul ahmed maaray ka qarxi mise dhul Soomaaliyeed bay ka qarxi goday iyo beledweyne dagaalka ka qarxa waa dagaal ayaa waa dagaal Soomaaliyeed boqol iyo af dheerna beled xaawo iyo doolow iyana xagana yacni Xasan
وسركال تي بي ال اف ا الى تل ابيب الى سي اي اي ا صومالي نما اسلام نما ابجال نما دلون نما ايسلام نما يعني وهاويان لغويلو ادري هي وا كدنتي والله بالله تالله إلهي مغي عيسى حسن ويلكستو أو صوماليه أو كوة عرورتيسا آنهين من كستميشو كدل لهابو الربائين إلا قارو كرحوين بونا دا أدو رحوين بونا عذابات قارا أقبين أبقال بونا تعايل قارا أقبين خبر جدير بونا تعايل قارا أقبين يعني حسن عدي سببتي إنو مدحوين النغضة هبر جدير بيهايت إن شر قرح الله لقاي سومان تهبر جدير ما أبقال سي قمات كمان تلق قماضي سو أبقال ما وحاسل الله لا يابا رحنوين أو برت الله أفاي صنعي إلا أنت أراد لما هذه كرو ووفت أيو تأبوا من العوري ويان من العوري أحمد مذوبي من العوري إيه عبد الله الدني من العوري ما يندع وحلا جوري لاس عارو من العوري وامايا يعني ملك الصومالية بقول كيب اللحدن بو دارات كتريا بقول كيب اللحدن للبديت كالصومالية دارات با كتريا هذا والله شك فيه هي حمر يا حكرضي حمر وحا حكرضي تتكل يلاذو ميلان إيو ضد كان مصلع فينا في الأرض ذاها كلا شيخ عاشت إيو بناديري إيو تريرت إيو عند ضد باهين إيو رحوين وإسك مساكينة دارو دي يهوية محيه الشيس كيهين تشنظن تشنظة هايستا برواقلن برواقلن هايستا حقا يكعون حقا يكعون إيه مدبا هدو حليه وحا وحلا ليابا هوية واضمتا سيدي عالش بيه سيدي معايا عيني ان 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 افقوي تواي تواي سيدي الرحوي اي حفلة وقبصا وان ادوك انيكي نولي محوتو والبسو مع المغلج اللي حولك وقرر اقا بعد كورا تحول هذا المودة حتى قولي قلبو كيمي ده اقو ايو قلقع ايو عدادو كيمي نيكا صدارة يعني وحويان من عانى ظالما على ظلمه سلط الله عليه ويه وحا هايستا بنادر وحا أبقال هايستا وحا هبر قدير هايستا وحا حوالله هايستا وايو ووحي قيرا شبانتي فرما جوام الرايحان يعيدا مدي سوبي الحنشري حتى جنرال شيغو ايك حتى جنرال شيغو دنبجي او قلي سوما قرنيس إذا ما دي أقول هيسد بس هو من سبب حنين نباجي يعني قف كستا أو دولة دي فرماشة إياه فهد ياسين دمبي كجلي والله قصلي لي والله قصلي لي سيدي أكل الدمبي بنايانا والله أكل بدينا يا مركب واحد لا هاي يا أيها الرحمن حنقننا لحدي جورة عساكتي إذا ما دينا الله صباحا وريدك يدين يا عرورتين يا دلكين يا بيرين يا دكين الدفاعنا يا بالتهداد لمن أيسان معاتين من دون أهله وماله فهو شهيد بان قن أيسان بل سا مسجوا كقول انتيو يا والله بان أنا أقول إلهي إلهي أقول حريص حتى ما أرني ما هنك أرني يا وأيو وعويا لقتي كان دافتا وايد شبتا يعني وعويان إلى يوم نعرض لا إنا لا إنا لا رجعون إنا لا إنا لا رجعون حق يكش قيسا يظلم يكمش قيسا إلى يوم نعرض وين تنا إلى معه إلى ظالم إلى يوم ما نعرض تبعه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما مطانتا وكلام الله عز وجل مالك الملك كلام كيسي ويه وانا حق عويا دنبجي صوماليات دنبجي المن 1991 دنبجي دبليو اس الف دنبجي اس 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 ان ام دنبجي اس بي ام دنبجي يو سي يتفقاب
dambigi wahaabiyo shantaas dambi oo la isku laaqay ayaa xasan laga soo saaray waayo reer bani israa'il fir'aawn baa dusha laga saaray haamaan saamiri jaaluud buqtu nasr waxay wadan ilaa iyo أي ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي اللهم بعث لنا ملكا نقاتل فيه وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا يعني وعقاب ربي وحني إنك أنا قعمها نكو دورني يعني إيك حسن شركة كان صبي هبينكي دور شبا وريقي سدحات لا بقول يا فر يا تمانكي على نين $70,000 بلسي من كستنا في برلمانكم مو هذا برلمانكم حيو عندي مركزي أوريل سهلي لا أقبل لو سو صاري وعذون ورجي كبد ورجي لبد ورجي سدحنا ولا يبصدي قدام كبرلمان كنا ولا يبصدي أذن مذهب وعيو وعذون عذون حسن ليجي حمزة وعيه وأضون حمزة حسن ليه وعيه ووضع أضون فكأنما نبرود أول من سجد إبليس قفكي ورية إبليس سجودي وعيه نبرود سحر كونا براي حسن سحر أجوكتا قفكونا سحر ما أقعو إلا إنو سجود إبليس كمويه حسن حدو إسلامي هاي مساجدك منبرك مالينتا جمعادا عن ترابقشك كمونا شوين حسن وام هاي ووحان إسلام هاي وايو صلاة جمعها إيو خطبة جمعها نبي محمد أبي بكر عمر عثمان علي أدلاء الصحابة أيا إساقدن بيهي محي كوها اللي تشيرين موحو حسن كوها اللي بيكوها اللي تشيرين wixii aan inta ahayn cidii salaada jumcaha isu taagta waxa weeyaan lacanadii Ilaahay ba ku dhacaysa xasan haduu islaam yahay Soomaali way waxay u haysataa inuu xasan islaam yahay xasan Soomaali yahay xasan madaxweyne yahay yaani nabi maxamed markuu minbarka istaago ma waxa xasan ku hadlo ku halid jiray ila meeshii uu taagan yahay ilisaana wadanka madaxweyne ka ah Soomaali ayaa tan dalbatay waana lagu sii diri waxa uu hadda sameeyay waxa uu soo wada ka daran wallahi billahi tallahi waxaan ka cadoon shacab ahay sharif iyo farmaati iyo ahmed madobi iyo maxay madobi lafta garan waxba ma qaban karaan yaa wax qaban kara solution ka aan ba qaban kara wixii aboota xasiina ku dhacay wixii oo abi ahmed ku yimid wixii galbeedka afrika waxaan ahay oo maanta soomaali badbaadin kara ma jiro inta haduu shacabka soomaaliyeed dal iyo dibad uu isu taagayo 8:40 saacadood xitaa inagu qaadanayso laakiin inta maxaa hortaagan musaylimatul kadhabinta iyo banu xaniifeynta aan islaamna ahayn soomaalina ahayn yaani waxa la liqilayay maxalli ka lugeya maxaa eelay oo raxanweyn maxaa eelay suu eelay iyo raxanweyn u noqday haddii rabo inuu dhageystaan muxuu hawiyaha naga noqon waayay muxuu daaroodkayaga u noqon waayay labadaas lagu hadlayaa shakhsi Soomaali ah oo aan aqaano oo aan ku dhageysan ma jiro habeen dhawey waxay la soo hadlayay mid baa ila soo hadlayay jooga raaso aniga oo maalmahan aad oo macallinka lugeya ka hadlayaa maanaan ku dhageysanin maxaa dhacay waxba ma dhicin de hadalkaagii baan nu weynay haweeyan sidii nabi nuux uu qaylin jiray ayaad u qaylinaysaa dharaariya habeen waxaana lagu soo adeegsanayaa suxarada joogta meesha yaa sixir iskale ibliis bale yuu u dhiibay nebruut ilaa iyo thumma alamthal thumma alamthal xasan hadduu suxaro haysto soomaaliyeey ibliis buu isu jiiday waxa uu leenayna ibliiska amraya hadaynu islaam nahay hadaynu soomaali nahay hadaynu jiritaan u baahanahay 24 saacadood 3 milyan ba xamar ku nool shabeelooyinkana ku nool meesha ay soomaali ka degilaadahayna waa xamar iyo inta ku xeeran
waxaan weyn baanu ka sugeynay inay iyaduna isbadbaadiso Soomaalina badbaadise wata noqoto waxaaba loo soo qaatay in la yiraahdo maxay ahayday maxaygii Itoobiyaanka maxaygii Itoobiyaanka awa Itoobiyaanku sawkii xamar buu ka taliyaaye waxaa wallaahi iyo billaahi iyo tallaahiya tuulo Soomaali jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya ku taala tuulo uunan sirdoonka Itoobiya joogin inuunan jirin baa wallaahi iyo billaahi iyo tallaahiya baarlamaanka kuwa ku jira Itoobiyaana wasiirada Itoobiyaana Xamza Itoobiyaana Xamze waa Itoobiyaan waxaa laga qaadi karaa garbuu ku dhashay birbad buu ku dhashay anigu abtigay yahay waa Itoobiyaan waxaan socdo maxay ku socdaan ogolaanshaha daarood iyo raxanweyn bay ku socdaan waayo iyaga ah awoodda labaad iyo awoodda koowaad iyo labaad iyaga ah dir iyagu maxay tahay dee waxaa liqay Ismaaciil Cumar Geele oo Xasan baa wuxuu liqay daarood baarlamaankiisii iyo wixii uu ahaa waxaa la kari la'yahay xildhibaanada daaroodo garoowiya taga halka Kismaayo waxaan weynay xildhibaanada halkaaga tag haba tegina intaad xalana tagtaan xalanahan intaad tagtaan dadka cabsanaysaan xalanahan intaad tagtaan ku dhawaaqa inaad kalsoonidii dowladda kala laabateen oday waxay isu leeyahay howeg dalaho NGO istaamiyuna noqonayni dee aadanow maxaa dhiman oon ku hadalnaa inaad aad iyo aad buu u mahadsan yahay walaalkeenna Maxamuud Faarax ayuu ahaa markiisa studiyaha wareega warbaahinta Sultan Media Corporation inoogu warramay dhageystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qayaalahow barnaamijkeena halkaas ayaanu jecelnahay inaan ku soo gabagabeyno hadii Allaah wada la ka raali noqdo waana ka xunnahay markiisa xaaladda hadda taagan warar kala duwan ayaa markiisa studiyana ku soo dhacaaya hadii Allaah wada la ka raali noqdo waxa way intaan turxaan bixino way warar kale ayaa na soo gaaray wararkaasi dib ayaan ka sheegi doonaa maama Soomaaliyeed ayaan soo dhaweynayna marka hore maama soo dhaw assalamu alaykum wa alaykum assalam min allah wa barakatuh wa ku salaamay wiilkayga maxali aadag aan ku faraxsanahay horta caawa inaan ku helay xali xataa waa ku soo waxay laakiin nasiib uma aanay yeelan laakin waa alxamdulillah shukr rabbil caalamin weeranka lagu hayana waan ogahay laakiin waxay ka qaadayaan malahan haddii ay ka tuuraan annaga jaa qabsan isla markaas oo gashid ba annaga qabsan oo qaybina taas ka walwalaaw ne ku heli maayaan kaan raay maayaan annagana waa ku ducayheyna insha Allah bismillaahil kariim aku aqbalo insha Allah waxaan soo jeesanayaa warwareerka ku dhacay xasashiir aniga waxaan leeyahay sheegatay hadda ka hor aanan ahay sheegatay haddana waa leeyahay waxa Ilaahay aan ka toogay oo na ii aqbalay inuu laba lugood uu leeyahay uusan isdaba dhigaynin asaga iyo inta la socotaba maan isdaba dhigayaan ummadda Soomaaliyeed hurdada kaliya ka kacdo ayadaa hurda siiba kuwa koofur degan ama xamar ha joogaan ama koofur galbeed ha joogaan ama xamar iyo agagaarkeeda afarteeda barqabla waa laba waay labada barqabla ee maxuu ahay oo Soomaali xamar ay ka degan tahay ayaga leh hurdada ka kacaano ayaga leh harkaana waxa heesta ayaga leh dad nool haas ka dhigaan intaasaan leeyahay waxaan kaliya u soo jeesanayaa haddana maxuu ahay in arrinta aad ka dhawaajisay bay dhaba ka dhacday hortaas aad iyo aad uga xumaaday dhibaatada ku dhacday aad iyo aad uga xumaaday waa ka murugaysanahay wiilisaasay isgarab istaagay wiilkoodan waxaan leeyahay gool iyo gobnimo rag baa tihiin aan leeyahay rag baafe baa tihiin haddii wiilkiina hortiina aan lagu qararamsan oo aad difaacateen ilaahay garabkiina ha galo ummadda reer koonfur galbeedna waxaan leeyahay walaalayaalow sfiria meeshaad taagnaydeen maalmo yar ka hor bilooyin ka hor meesha aad taagnaydeen isa u qurux badneedeen sfiria soo xasuusiya hadda meeshii niira geeya warwaad ka gaartiine isku duubnaadahe cadowgan gudihiina ku jiray iyo kan soo dirsadaba isku si ula dagaalama saad gobonimadiina dadkiina aad u gaarsiisiin maatadiina aad u difaacatiin dhulkiina khayraad kale aad u difaacatiin dowladna idiima maqno dadna idiima maqno alla keliya idiin maqna isku duubsanaad ilaahay wuxuu yiri isku duubnaada saa idiin caawino isku duubnaada halaasaan leeyahay waxaa kaloo leeyahay meeshaan ka salaamaya gabar aan maalmaha dhan aan waayay oo la yiraahdo
نظيفة يوسف قرن إني حال هاد لي سوا لسعودي لكن أنا حتى واسوق لو أهلي واعد ابن ملك إذا حاليا هاي ماشي لكم مشغول سنة دي الله خيرك أغلقوا أدنا وكود دعوين يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي الصوماليات وما سنتهاي أي أهيت أو معني استوريا هاي إنو قول رميس هاي داسي وانو مهد نقينا أجري حسنات أن سوكو بكرين إيه بحسيو ماركيس هذا الكيد وعد عدي هاي وحان ربا نادرلان إنان مرء باقو هدي الله ود لو كرال نقض عيد مدى الصوماليات ما انت ويل الله وانا نصيب درو هدي ماركيس وحابا أبدا بضدك كونفورت الصوماليا كسو جيدا أبدا وحان ربنا إنا ولال كان سود وينو سلام الله عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاي ورالك محاكو داري لهايت أدور راليها نيهو معلو وكسلام يا عدي انت كحران SMC نيهو ورتمرك كوهات جزاكم الله خير إلهي خير أكسيو إلهي هذي حاسكاكي أولاد هذا بحا حفظو الشقاء عبادة وعبادة سنسا حساء ومدى الصوماليات ما يمحا انت كل قيستا قفنا العكو مصيصو قفنا المحوها سياسي قوني واتاقرتان مجرو وحرونتا أي وعي جراء يا كارشا مروبا كدوا جسا إلهي يا كل قرب قلو أجري حسنا دا لسوكو بكرنا الله قاسيو أذي أولاد دا دي حسكا غنا الله قوحا في ذا مقرد أمين أمين أدينك أنا قردنا أمين أدينك أنا سيدوك لك أنت اللبات وحاك الورت انتها الموضوع أقول قلين كالاتر دارمي يا معلانو وحامق لا يدد بضن يا قد كلاقا ساري وحامر كوري كعالصن يا إنا إذا عدان الصماليو دنو أكو حيران وطمر البعضة صوفر صديح تا حيران أما فيريس كسوسو ديران أما أي إسكود ديان إلو ريغان استوديا مرة أعلم كصوفر إستا مرك وغور ريسا هل ملي نوقف كداوان إسا كوسو حرميسا نحوها وربحنا دا دي برنامجة أنا الصماليو دي أدي أوجع الشاي إنت السماها جعل أي وناكسني عقل قول سيدو وناكسني وشقيني قبل أي قبيالة دي إيو قورن كإيه حنت أن كجرين سيدو ناسن وفكرته markii uu ku soo xirmiyay nafta waxa ka qaadimayaan haday mid xiraan mid kala soo furanaysa laakiin waxa kula yahay amaanka istuudiyaha inaa si fiican u adkayso horta qodobka koowaad ma garad insha Allah qodobka labaad niyo muxuu aha lamood sal noqon weeyda la yiri lafti garan sidii lamooda ay ma noqon muxuu aha hada asaga ku horeeyo muxuu aha masiirkii umada digli iyo marfle ee Milan iyo inta la degta ay deganaas degtaba hoos ayuu dhulka la galay sidii la moodo ay ma noqon ficilkiisa siyaasadkiisa isma yeelan in aad qaata oo danihiisa gaarka ka fakireen qoysaga iyo adeerkiis ee da Ilaahay baan leenahay digli marfalo waxa la yahay umada Ilaahay buligeen waa oran jiray waa dhig jiray haddana waxa la yahay isku xirnaada isku duubnaada masiirkiin yaan lagadan waa aragtaa xilibanadii ee Jubaland sidii sharaf salaay garoonkooda duuleen oo laandheernimada leh oo kartida leh qofka horta markuu u horeysa ama haqal dalal ama saxsanade xilibanada baan muxuu aha dawladdan waa 4.5 weey waxa macnaheedu isku darsaday weeye ayadoo shacabkii Maylan lagu xad gudbay oo loo gafay oo wacala lagu sheegay oo ku wacalada ku sheegan wali ay macnaheedu xukunki hayaan oo aan maxkamad la soo istaajin oo aan wax laga yiri aan shan jirin raali gelinaysa cashabeen beena media laga soo daayay aya maanta muxuu aha ay sheegeen wali xilka si haya lafta gareena sidii la mooday ma uusan noqon walina weyn ugu sii socotaa baasha badal iyo muxuu aha in masiirkeenii dad dhowr qofood oo farqutriso muxuu aha shaqo u iibsaday ay wali ay xukunka si hayaan oo ay digri milifle masiirkoodii iyo muxuu aha ay jiritaankoodii ay dhulka la galaan waa nasiib darro weyn oo aad ugu xunnahay digri marfalo waxa ay weey hurdaan hurdada ka kaca war masiirkiini ay yihiin ka tashada raawintu waxa tahay in artoobaha aad glass lankookin ka jiro marka niman iyo Soomaalisay u dhaqmayso waa aragtaan qof aan shantada ka celin sharci ka maciliyo sharci ma jiro dulnimo ma jirto qof walba wuxuu doon walaaqanaya qof walba danihiisu ka talinaya war Jubaland waa aragtaan war Puntland waa aragtaan waa lagu dhicilayahay war intaas oo dhan waa ka awood badan tihiin waana ka tir badan tihiin maxaa idinka barakada in kaga qaaday war lafta gareen waa hal nin waa iskoor lixin kartaan haddii kale meesha idinka aragtaan lagu hoggaamiyo dhihi kartaan war masiirkiina ka tashada hadaa qurbaha joogtaan iyo hadaa wadanka joogtaanba war ummada reer Maylan ayaheeda ka tashato war Barito halaq mareen baan noqonaysan qof walba oo muxuu aha kan ugu liita Soomaalida ku saaweysanaya war shalay waxaa soo marteen kuwaana qaata
شلي ماشي أصومر تاني سيد النيل يا سيد بكارين اللوجوي دارو دي هوي وحيد ما هم بين ورمانته ولا بد كل عطني أفرت الله مرة يبينا ولي برتي أكوي سعشان كي أتاجن تين وأنا صيب دره ورايه نكت الشدة وردد وحنا دي ذي كرا وحنا يي اللي كرا النقطة وردد النقطة أصومالي ذكر أساقينا دول جمالي القاب كي أم قلنا عليه وقت الشنا يان وقت الشدة ورأسكده من هذا ورجبلدي نح حريستا ورشد لحد يقولوا هذا ينهضم بس وحبا وحالي لي عن جرس يكون كريس اللوك القاعدة جرن جرن نسيكون كريس تلعب اللوك السعراء ورشد حد قبل هذا أكون مجا عامنتي اللي أقولي هاي عالم كون اللي أقولي هاي وهذا أمام الكجرة أكتهين بل سد حد قبل كلي سيف جراي أو دتك كنول يدتك ديجان هان سكله أملح أملح بنانة لو كتليه أو مامور إني كمامل كنا ورديس ده حد قبل أيضا مامورين أو نكون مامور أيو أو بيل بلال قتلين أيو أو سن دول اللي أفل قاعدين أيو أو وحنا أيضا نسكدي كرين وحنا نسكعلي كرين ما حد ولد وقت سنتين ما حد ولد لأن دولد وادد وحسكوت درصدي الصومالي قبيل ويه وحبال سكوت درصدي هدي أيه هنا إذا قتلين كرين وعالم كورن الصومالي رني أقعد إني دبانا هنتا ورنتها وحيابوت عيارتو يديني سال لقري ورما قال اللهي ورما قاو دوين كل قلهاي ورمحا دولد ده المحا أباله يدينك شيدينك وردم والبو وكبهد لنتين وركور السوق هذا ورمينا ضد الضمير أو ليقل على هين وردين تهذا إيدات كاغ إيدال كاغ والدفاع لا وردوك أكون وشيين دفاع إذا كانوا قفلوك واحد قدبين قفنا آن قبيا لذين إذين ككلي جريتان كيني آيين كتلي صلى الله وبارك مالك بحي وهي هي آدي آد بأم حسنية ورالك حسنية وقدم بيه استوريين ورباهين تا Southern Media Corporation لغي استياشة إدا وضياشة قيمها يقايا لها ورب العزة كسكو لمان انت ماشان كهذا شيء ما أركيسي وانو مهد نقينا سيدوك لو حانو مهد نقينا ضدك ما أركيسي معنيه إنا داوضي أما إنا دقيستي يكوا إنا داوان دونا إنا دقيسان دونا دمان تيني وحان دين لنا الليبان أقوليست كوا ما أركيسي معنيه هذا الكينا لد عسان ويمهد سيهين كوا ما أركيسي نقاسي هورجيدا أذين كانوا ويمهد سنتين لكن مهمة دو حيطاي حقيقة دا إن بنانك لصوديقو أو قفل با وحو قبو إنو بنانك أو كينو وحو ترسانايا أو شايبو معني رونتنا أن لددبولين ماركي سيهادالك أن للحامنين حقيقة ديسي ماركا كلي صفر كمدحوينها الصوماليا مدانا حسن شيخ محمود سعودية سيرتا كدوغان واضح شين سيدوك لمعني عوز مساقوا مصيبة دي كان عضي إيادنا وحلا سوكو بكرمان دادك سيدي آري أما اللقاء كلا لقون صدي عيدا مضا ماشا سيوالغو قاي والغو باب باي ودواء يوسف راقنا صابت الله مقا عابيو هدواد أغاتين هل كاس برنامج كاي نوتوغو فيرسي حوغن أيانا لغو صفري داد فرابدن ولا ليال أياه ودا لغا ساري سيداد أركتين لكن أنك إلا هدوان هدلينا هدى أنكو لها اللاينا سبحان دريمي يا إن ماركيس استوريا قرير بفرابدن أو كفرين يهي يلكدد لكن أنك وركي برنانك أيانا صادقنا دردارن كأن نفتيدي أن لدردار ما يلبركو تينينا أي كجرت وحوي عمل كان إلهي درتي سوقبو محايا لميت كادو عمل فلا يسادرادي إيبي وأركا يا صهيدنا بطسو سفرك ووديري هاي حمول كان إسكايري كابد لفولي دونا ميت أدق ويان نفتان ليسودي بي ليسمسين موقال كان موقال كحيقا كورا دينا لكالقاتو بلانتين وحوي إنا كوكولا نحاوت كي نبي محمد عليه السلام قوليست أوليبانا ولا ليال ميلود بوچوكتان فردوسك.